مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، ومساء الفل على حضراتكم، وأهلا بحضراتكم في الأهلي الليلة. الحمد لله الحمد لله ماشيين كويس جدا في الدوري، الحمد لله مع النيه فايرال شكلنا مختلف تماما، شكلنا فنيا وبدنيا وكليا بصراحة. الحمد لله على الفوز امبارح على فريق الاتحاد السكندري، الفريق الكبير جدا سيد البلد زي ما بيقولوا في اسكندرية، 4 أهداف مقابل لا شيء. في ناس يقول لك الأهلي عمل كده في سيد البلد، أمال هيعملوا فينا إيه؟ ربنا يستر إن شاء الله كل خير. كل خير مع رني فايلر وفرقه الاهلي، ما شاء الله كلهم رجاله، كله قد المسؤوليه. ان شاء الله عندنا ماتش مهم جدا مع بلاتينيوم ان شاء الله يوم السبت 9 مساء في استاد السلام، نكمل على نفس مستوانا، نكمل على نفس الرجوله في الاداء، في الفنيات، في البدني، كل حاجه ماشيه يعني زي ما احنا عايزين، وزياده كمان نمسك الخشب. لعبنا مباراه امبارح، مباراه بنتكلم بنحكم على طول، يعني الشوط الاول الدنيا ما كانتش ماشيه كويس او كان شكلنا مش اللي احنا عارفينه، يعني تلعب فريق كبير جدا الثاني في الدوري عام مباراه قمه، طالما بتلعب الاول والثاني مباراه قمه، يعني مهما اختلفت الاسماء بقى، وانتم عارفين النادي الاهلي دايما بيقابل الحاجات دي بمنتهى العنف زي ما احنا بنقول. فريق الاتحاد السكندري فرقه كبيره جدا، معاهم مدرب كبير جدا زي كابتن طلعت، مدينه كبيره جدا، نادي عريق، فطبيعي جدا الاداء يبقى يعني شويه مختلف، لكن الشوط الثاني ظهرنا بشكلنا الطبيعي والحمد لله كسبنا 4 أهداف. اكيد هنتكلم مع ضيفي الكريم بعد الاخبار، الناقد الرياضي الكبير الاستاذ احمد عويس اللي شرفني بعد ما اقول لكم اخبار النادي الاهلي. عندنا اخبار كتير، ابدا معاكم. الاهلي بيستأنف تدريباته غدا ان شاء الله استعدادا لبلاتينيوم، مباراه مهمه جدا ان شاء الله، الجوله الثالثه في افريقيا بعد النجم والهلال، مباراة بلاتينيوم قلت لحضراتكم انها تقام في 9 مساء على ملعب السلام ان شاء الله. كان فايلر كان في تمرين النهارده لكن غير الجدول بتاعه وخلى النهارده اجازه عشان اللعيبه حتى تلتقط انفاسها من ضغط المباريات والحمل البدني الكبير على لاعبي النادي الاهلي، عشان كده ادى النهارده اجازه، بكره ان شاء الله هيبداوا تدريباتهم مره ثانيه. قلت لحضراتكم افكركم بمجموعه النادي الاهلي مره ثانيه، النجم الساحلي التونسي، الهلال السوداني، بلاتينيوم الزيمبابوي، ان شاء الله كل التوفيق النادي الاهلي يوم السبت المقبل باذن الله. زي ما متعودين وخبر بقوله لكم على طول ودايما بفكركم ان فايلر ما بيسيبش اي كبيره وصغيره الا دايما يدرسها ويشوفها ويشوف نقاط القوه ونقاط الضعف الفرقه اللي هتلعبه، عشان كده فايلر بيجمع فيديوهات لمباريات بلاتينيوم الزيمبابوي بيشوفها وبيشوف نقاط الضعف في هذا الفريق ونقاط القوه لهذا الفريق ان شاء الله يعني يصل للي هو عايزه. كمان في سياق الخبر قلت لحضراتكم ان هو بيشوف ملخص من المباريات، بيشوف موقفه في الدوري، بيشوف مبارياته ونتائجه وهدافينه، الاهداف اللي دخلت فيه، كل يعني كبيره وصغيره. في ان شاء الله بكره برنامج حطه بينكل مخطط الاحمال للاعيب النادي الاهلي للتخلص من الاجهاد. فايلر بيتسلم تقريرا طبيا عن المصابين والغائبين عن مباراة الاتحاد من الدكتور خالد محمود، هيسلم ريني فايلر تقرير طبي عن حالة المصابين في النادي الاهلي، ان شاء الله يرجعوا كله يرجع بسرعة جدا، يرجعوا سالمين ان شاء الله. ياسر ابراهيم خلاص هيشارك في التدريبات بعد انتهاء البرنامج التأهيلي، ياسر ابراهيم لعيب كويس جدا، مدافع كويس جدا، اكيد كل اللعيبة احنا محتاجينها مع نجوم فريق النادي الاهلي. كابتن سيد عبد الحفيظ بيقول ناس على تحسين موقفنا في دور المجموعات ببطولة أفريقيا، بيتكلم عن مباراة بلاتينيوم إن شاء الله لتقام يوم السبت الساعة 9 مساء على ملعب السلام أو على ملعب نادي أو استاد النادي الأهلي، إن شاء الله كل التوفيق نادي الأهلي. يا كابتن سيد بيتكلم على تحسين الموقف، إن إحنا هنبقى أول مجموعة إن شاء الله، هنبقى أول بإذن الله. بيتكلم طبعا على احترام المنافس وعلى دراسة المنافس، دراسة جيدة جدا من جانب ريني فايلر، هو ده اللي بيعمله فايلر، لسه كنا قايلين الخبر منذ قليل. مباراة امبارح كان فيها مكاسب كبيرة جدا، أقول لكم أهم مكاسب هذه المباراة بسرعة. أهم مكاسب هذه المباراة اقتناص النادي الأهلي 3 نقاط والعلامة الكاملة من 8 مباريات 24 نقطة، ما شاء الله إن شاء الله نكمل على كده. كمان يعني كان احتل فريق نادي المقاولين المركز الاول، استعاد النادي الاهلي المركز الاول بسرعه جدا بعد احتلال فريق المقاولين بعد فوزه على الاسماعيلي بهدفين مقابل لا شيء. مبروك للكابتن عماد النحاس، عامل مباريات ولا اروع وعامل نتائج كمان ولا اروع في نادي المقاولين. كمان الهدف رقم 100 كان من نصيب علي معلول،
في 2019. ان شاء الله ننهي السنه على خير. الف مبروك يعني لعلي معلول، رقم يعني بيسجله التاريخ، الهدف رقم 100 كل سنه. المباراه رقم 100 للحارس الكبير الكابتن محمد الشناوي، مباراه رقم 100 ليه. ما شاء الله ما شاء الله شناوي، ان شاء الله تفضل على كده على طول. الشناوي حافظ على شباكه نظيفه، 55 مباراه من 100 مباراه، وتلقى 65 هدف خلال ال 100 مباراه. كمان الرباعيه رقم 50 للنادي الاهلي، الرباعيه رقم 50 للنادي الاهلي في تاريخه. حقق النادي الاهلي الفوز برباعيه نظيفه في الدوري للمره رقم 50 في تاريخ مشاركته في الدوري العام، تحققت على حساب 30 فريق في الدوري. يتصدر الاتحاد السكندري قائمه الفرق التي خسرت من النادي الاهلي بهذه النتيجه برصيد 5 مرات، يليه بتروجيت برصيد 4 مرات، غزل المحله والترسانه برصيد 3 مرات. الموسم الحالي هو ثاني اكبر المواسم التي حقق فيها الاهلي نتيجه 4-0، حيث حققه للمره الثالثه على حساب الانتاج والجونه، والاتحاد بالتساوي مع موسم 74 و75 ومع موسم 2006 و2007 ايضا هذا الانتصار 4-0 على حساب الاتحاد والجيش وبتروجيت والحرس. الفوز ال13 للنادي الاهلي مع فايلر، دي يعني النتائج او المكاسب مباريات الامس. الفوز رقم 13 مع فايلر، لعبنا 14 مباراه خسرنا في مباراه وحيده امام النجم الساحلي بهدف مقابل لا شيء، وحضراتكم شفتوا ملابسات هذه المباراه. وفوز ب 13 مباراه مع ريني فايلر المدير الفني السويسري للنادي الاهلي. كل التوفيق لهذا المدير الفني المحترم اللي اقنع الكل ايا كانت انتماءاته ان النادي الاهلي عنده مدير فني كبير جدا، وجه مصر مدير فني عنده فكر عالي كمان، ان شاء الله يطوره اكتر واكتر. النادي الاهلي بيعلن استلام مخاطبات الصحفيين والمصورين الخاصه بمباراه الاهلي وبلاتينيوم لمده 2 يوم. تهيب اداره الاعلام بالنادي الاهلي بالساده الزملاء الصحفيين والمصورين المكلفين بتغطيه مباراه الاهلي وبلاتينيوم الزيمبابوي المقرر لها يوم السبت ان شاء الله 28/12/2019 في الجولة الثالثة من مباراة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. إرسال المخاطبات الرسمية من المؤسسات الصحفية والمواقع الإلكترونية التابعين لها عبر الإيميل التالي ahliegyptmedia@gmail.com ahliegyptmedia@gmail.com، وذلك لاستخراج التصريح الخاصة بتغطية هذه المباراة التي تقام في 9 مساء السبت المقبل باستاد السلام إن شاء الله. تتلقى إدارة الإعلام المخاطبات من الزملاء عبر الإيميل اللي قلت لحضراتكم منذ قليل، بداية من اليوم الثلاثاء وحتى 12 ظهر الخميس الموافق 26/12/2019 وفقا للمكاتبات الرسمية الصادرة عن المؤسسات الصحفية. على أن تتولى إدارة الإعلام إرسال قائمة بأسماء السادة الصحفيين والمصورين إلى اتحاد الكرة وهيئة استاد السلام ومديرية أمن القاهرة للتسيير على الزملاء في عملية الدخول والخروج وأداء عملهم على الوجه الأكمل. خلاص بلاش الخبرين دول لغاية لما الموضوع يبقى رسمي جدا جدا جدا، ولا كمان الاستبدال نعدي الكلام ده كله. لجنة الانضباط والأخلاق تقرر إيقاف رئيس نادي الزمالك وسموحة وعبد العال وعبد العاطي وتغريمهم ماليا. قررت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها أمس توقيع العقوبات التالية بعد الاطلاع على ما ورد فيه تقارير حكام ومراقبي المباريات وما وصل إليها من المدير التنفيذي ومدير إدارة المسابقات من مستندات. أولا إيقاف رضا عبد العال المدير الفني لبداية المحلة 4 مباريات وغرامة 50,000 جنيه لما ورد منه في حق حكم مباراة فريقه أمام غزل المحلة. إيقاف مصطفى محمد يوسف نايل المدير الإداري لفريق شركة أسيوط لتكرير بطولة 10 مباريات وغرامة 50,000 جنيه لما بدر منه في حق حكم المباراة أمام الفيوم. إيقاف كابتن مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق أسوان 2 مباراة لما بدر منه من تصريحات مسيئة ضد لجنة الحكام. توبيخ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي لما بدر منه من انتقادات ضد التحكيم وتحذيره بفرض عقوبة في حالة تكرار ذلك. كابتن سيد عبد الحفيظ يعني بلاش أعلق، يعني بيتكلم بمنتهى الأدب وبمنتهى الاحترام. يعني لو هنقارن بقى الكابتن سيد عبد الحفيظ باللي احنا بنسمعه في وداننا
وعلى الملأ ده في إعدام، يعني في ناس ممكن تاخد عقوبة إعدام مش توبيخ بس. ماشي. منع رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أي نشاط رياضي متعلق بكرة القدم لمدة 3 مباريات وغرامة 100,000 جنيه لمبادرة منه من تصريحات مسيئة ضد رئيس لجنة الحكام وحكم مباراة فريقه أمام سموحة. إيقاف علاء الدين مصطفى سالم مدلك فريق المصري 4 مباريات وغرامة 50,000 جنيه لمبادرة منه في حق حكم مباراة فريقه أمام بيراميدز. منع السيد فرج عامر رئيس نادي سموحة من المشاركة في أي نشاط رياضي يتعلق بكرة القدم مباراة واحدة وغرامة 50,000 جنيه لما بدر منه من تصريحات تسيء لطاقم الحكام الذي أدار مباراة فريقه أمام أسوان. يعني مجدي اشتكى من الحكم أمام سموحة، وكمان سموحة اشتكوا من الحكم اللي كان في مباراة أسوان، الاثنين اشتكوا من الحكم. من جانبه أكد المستشار سيد البنداري رئيس لجنة الانضباط باتحاد الكرة أن العقوبات الموقعة من جانب اللجنة تكون نهائية وفقا للائحة. وقال البنداري أن العقوبات التي تصدر أو التي تصدرها اللجنة نهائية لأنها يتم توقيعها بناء على مستندات موثقة وفيديوهات رسمية لا يمكن إنكارها. فيديوهات على الملأ بصراحة، يعني ما فيش إنكار فعلا. وأوضح المستشار سيد البنداري رئيس لجنة الانضباط باتحاد الكرة المقصود بمصطلح توبيخ في العقوبة الموقعة على سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، وقال أن لفظ توبيخ موجود في اللائحة الخاصة بلجنة الانضباط ويعني إنذار أو لفت نظر منع لتكرار السلوك، وفي حالة تكرار سيتم توقيع عقوبة سواء بالإيقاف أو غرامة مالية. قدام حضراتكم على الشاشة الخطاب، طب هاتوه تاني. أو ده الخطاب اللي كان من اتحاد الكرة. التوبيخ هو خطاب رسمي موجه إلى مرتكب المخالفة، يعني دي اللايحة اللي بيستند عليها اتحاد الكرة، بمعنى يعني بيقول يعني ايه توبيخ، يفيد عدم قبول مخالفة القاعدة الانضباطية والتحذير بفرض عقوبة حالة تكرار المخالفة. ده معنى التوبيخ. مش عايزين بقى نتكلم كتير في القصة دي. ماشي يلا، يعني اصل احنا لو اتكلمنا مش هنخلص. البنداري قال كمان ان العقوبه تم اتخاذها بعد المذكره المقدمه من اتحاد الكره ضد سيد عبد الحفيظ بعد تصريحاته بشان الحكام والاطلاع على الفيديو والتاكد من انتقاد سيد عبد الحفيظ للحكام. ماشي. نروح بقى للرياضه العالميه. محمد صلاح ومانيه ومحرز يتنافسون على الافضل في افريقيا. محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول، رياض محرز نجم مانشستر سيتي، ساديو ماني لاعب السنغال او لاعب منتخب السنغال ونجم ليفربول الانجليزي، بيتنافسوا على الافضل في افريقيا. ان شاء الله نتمناها اكيد لمحمد صلاح، مع احترامنا لمحرز وساديو ماني. ان شاء الله ان شاء الله يحطم كل حاجه في الدنيا محمد صلاح، لازم ندعمه احنا، يعني لو ما دعمناش صلاح هندعم مين؟ طنطا بيتعادل مع أسوان بثنائية في غياب المديرين الفنيين. كانت ظاهرة النهاردة غريبة جدا، الاتنين يعني المدربين قاعدين برة كل واحد موقوف والفريقين بيلعبوا بدون مدربين أو مديرين فنيين واقفين على الخطوط. 2-2 انتهت نتيجة، أو 2-2 كانت النتيجة النهائية لمباراة أسوان وطنطا. كانت مباراة مثيرة بصراحة في أهدافها. محمد الصباحي أحرز هدف التقدم لأسوان في الدقيقة 37، محمد ماجد أحرز هدف التعادل لطنطا في الدقيقة 55، محمد الصباحي أحرز التقدم لأسوان مرة تانية الهدف الثاني في الدقيقة 60، عبد الرحمن أدح هدف التعادل لأسوان من ضربة جزاء في الدقيقة 75، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 2-2. طنطا للنقطة العاشرة، أسوان للنقطة السادسة والأخير بجدول الدوري العام. بقاء والدوام لله في شقيقة اللاعب النادي الأهلي محمود متولي اللي أعلن منذ قليل وفاة شقيقته على صفحات السوشيال ميديا. إن الله وإنا إليه راجعون يا متولي، وإن شاء الله تكون آخر الأحزان وإن شاء الله تكون في رحمة ربنا. متولي نجم كبير جدا، عرفناه إحنا كأهلاوية إن هو أخلاقه عالية جدا قبل ما يكون لعيب كبير جدا جدا. البقاء والدوام لله. دي كانت أخبارنا. اتكلمنا عن النادي الأهلي، اتكلمنا عن مباراة الاتحاد اللي هنتكلم كمان فيها بالتفصيل مع أحمد عويس الناقد الرياضي اللي شرفني بعد قليل، اتكلمنا عن فوز النادي الأهلي
على الاتحاد باربع اهداف، نتيجه كبيره جدا بتكسب نادي الاتحاد باربع اهداف مع مدير فني مميز جدا كابتن طلعت يوسف، في ظل ان الاتحاد متقدم في الجدول وماشي كويس جدا وفي المركز الثاني. انتهت برضو منذ قليل مصر المقصه ونادي مصر بتعادل الايجابي بهدفين مقابل هدفين. عايزين بس قبل ما اطلع فاصل عشان استقبل احمد عويس الناقد الرياضي الكبير، عايز اتكلم عن لاعبي النادي الاهلي، وعايز اتكلم واقول ان لعيبه النادي الاهلي كلهم نجوم بلا استثناء، اي حد بيلبس تيشيرت النادي الاهلي فهو ليه عندنا كل التحيه والتقدير، نجم كبير جدا جدا مهما كان اسمه مهما كان اداؤه هو نجم كبير. اللي بيلبس تيشيرت الاهلي يا جماعه نجم كبير، وكل الدعم ليه من جماهيرنا، محدش يقدر يتكلم. انا شخصيا مع احترامي لكل الضيوف، مع احترامي وفوق دماغي، لكن انا شخصيا انا برفض رفض قاطع اي حد يتكلم على لعيبه النادي الاهلي باي حاجه سلبيه ابدا. واكيد يعني كان الزميل العزيز اللي بذكر له كل احترام وتقدير قبل كده، الزميل عزيز الكولين، لما اتكلم فاكرين نتيجه الاهلي لما خسرنا، مش عايز افكركم يعني، لكن كان اتكلم كده كان من حماسه وحبه الشديد نادي الاهلي، محدش ينكر، لكن كان اتكلم كلام انا بصراحه زعلني جدا وهاجمته، وهو صاحبي جدا وحبيبي وكل حاجه، لكن اي حد بيتكلم على لعيبه النادي الاهلي انا بصراحه، واحنا كلنا كاهلاويه كده، فكل التقدير والاحترام وكل حاجه حلوه لعيبه النادي الاهلي كلهم رجاله، محدش بيقصر، كله بيلعب لاخر نفس في صدره زي ما بيقول، واحنا عشان تامين النادي الاهلي عارفين يعني ايه لعيبه النادي الاهلي، عارفين يعني ايه كمان في التمرين، كنا بنموت في التمرين، اي لعيب النادي الاهلي بيموت في التمرين عشان يعني يبقى في ال11 او هو كده حتى لو مش في ال11، ده طبعنا يعني في النادي الاهلي. فكل الاحترام كل التقدير لكل لعيب النادي الاهلي من اول او من اصغر حد لاكبر حد، كله بيؤدي على احسن ما يكون. تلاعب احمد فتحي ناحيه اليمين، تلاعبه ناحيه الشمال، تلاعب ايمن اشرف مساك، تلاعبه باك ليفت، تلاعبه فروت، تلاعبه جون، هتلاقيه بيؤدي. فما حدش يتكلم يعني ما حدش يتكلم على لعيبه النادي الاهلي خالص، احنا شفنا ما شاء الله، شفنا احسن حاجه بيقدموها في الدنيا، بيعملوا كل حاجه عشان يرضوا جماهيرهم، بيموتوا في الملعب عشان جماهير، عشان يطلعوا هم كمان يحققوا اللي هم عايزينه في ذاتهم، فان شاء الله يحققوا اكتر واكتر، وان شاء الله كمان تتوج مجهودهم ان شاء الله بافريقيا باذن الله باذن الله. يلا نطلع فاصل عشان نستقبل ضيفي الكريم الناقد الرياضي الكبير الاستاذ احمد عويس. اهلا بحضراتكم من جديد، الناقد الرياضي الكبير الاستاذ احمد عويس في ضيافه الاهلي الليله كالعاده يوم الثلاث. مساء الفل. مساء الفل يا كابتن عبد الحميد، وسعيد ان انا موجود معاك. عندك تاخير دقيقتين. ماشي حقيقي. الاخبار؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ زي الفل. اتاخرت ليه بقى؟ قول لي كنت فين؟ كنت في المؤتمر الصحفي لماراثون زايد الخيري اللي هيتعمل السنه دي في مدينه السويس، وكل سنه بيتعمل في مدينه معينه، السنه اللي فاتت كانت في الاسماعيليه، اللي قبلها كان في الاقصر، وكل سنه بيتم العائد المالي من الماراثون بيروح لهيئه معينه. السنه دي رايح لاستكمال بناء معهد الاورام الجديد اللي بيتعمل في مدينه الشيخ زايد، الحقيقه حاجه جميله جدا، والاخوه الاماراتيين زي ما عودونا طول الوقت بيقدموا خير كتير قوي للاسر المحتاجه، وكان حاجه لطيفه حضرها الدكتور اشرف صبحي والاستاذ عارف العواني رئيس مجلس الوزراء الرياضي، وكانت ناس كتير قوي، بس انا طبعا لاني ما حضرتش المؤتمر لاخره، انت عارف الطريق الدائري ممكن تقضي نص عمرك على الطريق الدائري وانت جاي من التجمع. هتقولي ف انا بقيت 3 ايام تقريبا. يعني شعري ابيض وانا على الطريق. طريق الله يكون في عونك الصراحه. ربنا يخليك. كان في اقبال صحفي على الحدث؟ كان في ايه؟ اقبال صحفي يعني طبعا في صحفيين كتير. وفي قنوات فضائيه كتير، وهو الحقيقه كل سنه بيحظى بتغطيه اعلاميه كبيره، وهو حدث مهم
على المستوى الرياضي وعلى المستوى المعنوي للناس اللي العائد بتاعها بيروح لها بعد كده. تمام. انت كنت جاي متحمس عايز تعرف نتيجه الاهلي والزمالك في كره السله. عرفت؟ انا سمعت في الراديو كان لحد فاضل دقيقتين من الكوارتر الثالث الاهلي كان متقدم 56-41. يا مسهل يا رب. يا مسهل. الماتش بيتلعب في صاله النادي الاهلي بدون جمهور. اتمنى ان الماتش يكمل للاخر كده يعني باذن الله. ان شاء الله. ما هو يعني ان شاء الله باذن الله نبارك لبعض كده ان شاء الله. ان شاء الله يعني قولوا لنا النتيجه يا جماعه كده عشان نبارك للناس ان شاء الله. يعني عندنا محاور كتير النهارده. عايز تبدا من مباراه الامس؟ زي ما انت عايز. اهلي والاتحاد، الفوز الثامن ما شاء الله على التوالي، العلامه الكامله 24 نقطه، تصدر الدوري بعد ما كان المقاولين متصدره اعتقد 24 ساعه. لا، المقاولين تصدر لمده 30 دقيقه. 30 دقيقه الماتش خلص الساعه 7 سبعة ونص الماتش بدأ، فخلاص الأهلي تصدر على طول. تمام. ما يعني كده أنت مركز معايا. ماشي. قول لي. عايز والمقصة خلص خلاص، لسه بيقول له 2-2. 2-2 تمام. النهارده المباراتين خلصوا 2-2، أسوان وطنطا 2-2. المقصة ومصر 2-2، المقصة كان متأخر في الشوط الأول 1-0. نادي مصر تقدم ضربة جزاء وبعدين المقصة تقدم 2-1. عن طريق اوكا في مرماه وميدو جابر وبعدين رضا الويشي في الدقيقه 90 احرز هدف تعادل لنادي مصر. طب تعالى قبل ما ندخل في الاهلي والاتحاد تعالى نتكلم بسرعه عن اسوان وطنطا. النهارده كانت ظاهره غريبه جدا، الاثنين مديرين فنيين موقفين بره الملعب اصلا. لا، وتوقفوا قبل الماتش بساعه، يعني حاجه غريبه جدا. القرار جالهم؟ قرارات لجنه الانضباط صدرت الصبح النهارده. فانت يعني عارف ان النهارده في مباريات وعارف ان النهارده في مدربين هيلعبوا، فالمدرب يروح معلش ولا كابتن انت موقوف يعني معلش فرصه اخرى. فالحقيقه طبعا، بس طبعا هم قالوا ان حصل استثناء وقالوا للكابتن مجدي عبد العاطي انه ممكن لو عايز، لان القرار صدر متاخر، فلو عايز تلعب الماتش الجاي الايقافي والماتش الجاي اوكي، لو عايز تلعب الماتش ده اوكي، وادوا له فتره سماح يعني. بجد؟ شحن كارت ال 30 وادوا له فتره سماح. لا بجد الحقيقه يعني يعني قرارات النهارده الحقيقه يعني ايه، هو طبعا احنا كلنا قعدنا طبعا على كلمه توبيخ، وهي توبيخ موجوده في لائحه الفيفا. انا لسه كنت بقولها على فكره. وضحتها للساده المشاهدين، موجوده في لائحه يعني الفيفا، وان كلمه توبيخ يعني توجيه اللوم بالظبط وبعدم تكرار انتقاد الحكام. بالظبط. فالفكره احنا بالزبط. بس هو كان عشان الـ 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 المصطلح جديد علينا، فاحنا قعدنا كتير نتكلم على كلمه توبيخ ولا توبيخ توبيخ لا، بس هي المصطلح موجود في لائحه الفيفا، هم حبوا ياخدوا المصطلح زي ما هو من لائحه الفيفا، فاتقال زي ما هو توبيخ. ولكن فكره الايقاف، ايقاف القرار بتاع ايقاف رئيس نادي الزمالك هو ايقاف ثلاث مباريات. ثلاث مباريات في ايه؟ يعني هو ايقاف منعه من ممارسه كره القدم، نشاط كره القدم لمده ثلاث مباريات. هل ثلاث مباريات في الدوري العام ولا ثلاث مباريات على المستوى العام؟ الموضوع مش موضح العقوبه ايه، فاتمنى من لجنه الانضباط بعد كده لما تصدر عقوبه تبقى عقوبه تفصيليه عشان نبقى عارفين العقوبة فين؟ يعني هل مباريات الدوري ولا مباريات الناشئين ولا عشان نبقى عارفين الدنيا ماشية ازاي، لأنه فكرة في العموم ثلاث مباريات ممكن يبقوا ثلاث مباريات في الناشئين، ثلاث مباريات خماسي، ثلاث مباريات، فالفكرة إنه القرار مش باين هل هو ليه علاقة بمباراة الدوري بس أو إيه؟ والله يا أستاذ أحمد أنا ما بحبش أتكلم في النقطة دي خالص. طيب أنا تحت أمرك في أي حاجة نتكلم. عشان بس نبقى لا، أنا بس كان من فكرة القرار نفسه ما تركز يوضحوه يعني. لا ما تركز في الحاجات دي، خلينا نتكلم في الحاجات المفيدة. الحاجات المفيدة أسوان وطنطا زي ما قلت لحضرتك النهاردة. أسوان كان تقدم واحد، طنطا تعادلت، أسوان تقدم تاني، طنطا تعادلت. تحس إن طنطا عاملة شكل مختلف في السنة دي. الحقيقة إن كل فرق الدوري عاملين شكل، يعني الحقيقة إنه لما بتلاقي طنطا في الأسبوع الماضي مع المقصة بيبقى متقدم واحد، والمقصة بيتعادل ضربة جزاء غير صحيحة، وطنطا بيقدم مباراة رائعة. النهاردة بيقدم مباراة رائعة برضو قدام أسوان. أسوان طول الوقت برضو بيعمل مباريات، هنتكلم عليهم طبعا، عن مباراة هايلة، وتعادل مع كابتن مجدي عبد العاطي، تعادل مع بيراميدز 2-2. الحقيقة كل الفرق بتلعب كرة حلوة، يعني الحقيقة إنه اللي يبسطك في الدوري انه اولا فروق النقط قليله جدا. لو بصيت على الجدول هتلاقي ثلاث نقط يعني النهارده. يعني اسوان في المركز ال 18، طنطا في المركز العاشر، اربع نقاط. لا النهارده اف سي مصر والمصر المقصه بيلعبوا 8 و7 بقوا 9 و8. بالظبط. يعني ده زاد نقطه وده زاد نقطه، وهتلاقي في 14 نقطه الزمالك، 14 نقطه الانتاج، 14 نقطه الاسماعيلي، 13 سموحه،
يعني هتلاقي الدوري قريب قوي، ماتش بيقلب الجدول تماما. والزمالك عنده 14 نقطه بس ليه مباراتين مؤجلتين، ما هو بيلعب دلوقتي مع الانتاج وعنده مباراه واحده، عنده بيلعب دلوقتي مع الانتاج والانتاج 14 نقطه بيلعب مع الزمالك. الاسماعيلي امبارح 14 ما حقق نتيجه سلبيه اتغلب، فالدوري قريب يعني ماتش تلاقي الدنيا اللي فوق بقى تحت وتحت بقى فوق، ما عدا الاهلي هو بس الاهلي وورا الاتحاد والاسماعيلي، الاتحاد اسف والمقاولين هم اللي طالعين شويه فوق، انما بقيه فرق الدوري مباراه واحده تغير شكل جدول الدوري تماما، وده ممتع جدا، ولو في جماهير فعلا الدوري هيبقى ممتع جدا. اكيد اكيد. الكوارتر الثالث انتهى فعلا 63-50 النادي الاهلي 13 نقطه. بالظبط ان شاء الله، ان شاء الله كده تنتهي المباراه على خير باذن الله. نتكلم برضو عن المقصه ومصر. المقصه ومصر الشوط الاول كان نادي شايف مصر، شايف المقصه ازاي؟ شايفها ازاي؟ هل هم عن يعني الحقيقه انه الامكانيات اللعيبه اللي موجوده يعني عندهم مجموعه موسيز، عندهم بارنفوافي، عندهم بيكلي. شفت ضربه الجزاء؟ شفت ضربه الجزاء جابها ازاي؟ لا ما اتفرجتش. موسيز عندهم من نص ملعب نادي مصر زق الكوره وخدها قبل المدافع في ال 18، فالمدافع عمل معاه ضربه جزاء. لا موسيز وجابر قوه بدنيه خارقه، مجموعه ممتازه من النجوم يعني عنده 10 لعيبه في الحته الهجوميه دي يلعبوا في اي نادي يعني كلهم نجوم كبار. الحقيقه سوء توفيق، وزي ما يعني واضح ان كميه ميدو مش راكبه مع المقصه، لان نتائج الحقيقه 9 نقط من 10 مباريات على مجموعه النجوم اللي موجودين مع المقصه وعلى السكواد الكبير والنجوم الكتيره اللي المقصه اشتراها السنه دي، اعتقد اقل في كل ماتش، وده ما اعتقدش انه هيرضي طموح اداره المقصه في الفتره اللي جايه، واعتقد انه ممكن نلاقي قرار في خلال ساعات يعني. الا لو قرروا بقى ينتظروا مباراه الاهلي. من المفارقات الغريبه يعني، كنت تعرف الصحفيين عندي على الفيسبوك فببقى متابعهم جدا يعني، في ناس متابعني؟ طبعا انت حبيبي انت عارف، مش عايزين نقول بقى قدام الناس كده. فقريت مقاله كده، مش مقاله، حد كاتب ستاتس كده يقول لك اتحاد الكوره قبل ما يختار المدير الفني لمنتخب مصر كان بيقول ان هو بيختار بمقاييس عالميه او احترافيه حاجه كده يعني في المعنى ده. زميلنا احمد عبد الباسط فقال لك احمد عبد الباسط ماشي، فقال لك الاربع مديرين فنيين اللي اختاروا من الاتحاد المصري التاسع والعاشر وال11 لكره القدم اللي هو كابتن حسام حسن مع نادي بالظبط مع نادي سموحه 13 نقطه، كابتن ايهاب جلال 7 نقط، كابتن احمد حسام ميدو كان 8 نقط لما عباس كتب البوست، كابتن حسام البدري. كابتن حسام البدري كان قاعد في مقصوره النادي الاهلي بعد ما احنا قلنا هنا الاسبوع اللي فات لما قلت كابتن حسام البدري ليه ما بيحضرش مباريات، كابتن حسام البدري ما ينفعش يشوف التقارير، فالحمد لله تكرم وقرر انه يحضر مباريات بعد تصريحات اعتقد ان هي شبه كارثيه يعني. الحقيقه انا لو هتكلم هنا في قناه النادي الاهلي هدافع على لعيبه النادي الاهلي، يعني انا بتكلم لعيبه مصر كلها هدافع عنها، ولكن هختص لعيبه النادي الاهلي لان السؤال كان واضح من كابتن سيف لكابتن حسام. معلش انا هخرج بقى في الموضوع ونروح، احنا خلي بالك في سؤال ليك عن القصه دي، طالما رحنا للمدير الفني لمنتخب مصر فنفتح الموضوع. كابتن سؤال بدري كابتن سيف قال له مش مطمن لمركز حراسه المرمى، فقال له مش مطمن المراكز كلها، فنروح لمركز حراسه المرمى اللي السؤال كان عليه واللي كابتن حسام البدري قال بعده ان انا مش مطمن المراكز كلها. عندك حارس بيأدي أفضل موسم ليه تقريبا من فترة طويلة محمد الشناوي. هو اتكلم على محمد الشناوي تحديدا؟ لا هو السؤال كان على حراسة المرمى، يعني كابتن سيف بيقول له مش مطمن لحراسة المرمى، فالمركز حراسة المرمى قال مش مطمن المراكز كلها. غريبة جدا. فالحقيقة إنه مركز حراسة المرمى بالذات أنت عندك حارس المرمى الأساسي لمنتخب مصر بيأدي موسم رائع، وحارس المرمى الأساسي لمنتخب مصر في المباراتين اللي أنت لعبتهم رسميتين ما شاء الله من كاس العالم عامل حاجات. لا في ماتشين كينيا وجزر القمر محمد الشناوي مأدي اداء رائع، يعني في ماتش كينيا في الشوط الاول شايل 3-4 انفرادات كامله. فالحقيقه ان انت يا كابتن حسام وبعدين فكره ان انا مش مطمن للمراكز كلها، طب اللعيبه يعني بيبقى رد فعلها ايه يا استاذ احمد لما بتسمع دي؟ ما هو الحقيقه ان لما تكون عندك فرقه زي فرقه النادي الاهلي، حسين الشحات بيأدي موسم رائع، رمضان صبحي بيأدي موسم رائع، مجدي قفشه بيقدم موسم رائع، السوليه بيقدم موسم رائع، فتحي بيقدم موسم رائع، محمد هاني بيقدم موسم رائع، متولي لو ما يرجع من الاصابه، محمد ربيع. الشناوي، رامي ربيع، يعني اداء رائع، فرقه عامله 8 فوز متتالي، عامله نتائج رائعه على كل المستويات، ازاي تقرر بمنتهى البساطه
تقول ان هم ما عملوش حاجه، ان انا مش مطمن يعني كابتن حسام. طب بعيد عن اللعيبه المحليين كلهم، هل انت مش مطمن لمركز محمد صلاح؟ يعني محمد صلاح اللعيب المصري او اللعيب اللي خلاص يعني بقى العالمي، اللي هو من التوب 5 في العالم ده في كل الاختيارات، محمد يا الرابع يا الخامس يا الثالث في كل الاختيارات. انت مش مطمن لمركز المهاجم عندك وانت عندك محمد صلاح وتريزيجيه؟ يعني بأي منطق كابتن حسام قرر يقول ده؟ وبأي منطق قررت يا كابتن حسام تشيل يعني عايز تقول اهو انتوا لو اتغلبتوا انا ماليش دعوه؟ لا طبعا. وبعدين انت قلت اصل التوقف الطويل هو اللي اضر بالمنتخب المصري، وعايز توقف طب ما انت خدت توقف 55 يوم ما عملتش حاجه، وعايز توقف تاني ليه؟ يعني طب انت توقف تاني ليه ما انت عندك يعني حقيقه. كابتن حسام مع كل التقدير والاحترام ليه بيدور على مبررات قبل ما تحصل حاجه، وبعدين دي مشكله كبيره جدا طبعا. وبعدين يا كابتن حسام انت قلت انه انا ما فيش حد اتفرض عليا في الجهاز الفني لمنتخب مصر، يعني انت اخترت الجهاز بمزاجك. وبعدين طلعت قلت انا حاطط شرط في عقدي انه لو في حد من الجهاز عصبني من حق امشيه، يعني لو حد اتصل بيه الصبح بدري والكابتن حسام صحي على صوت التليفون وهو نايم متاخر ممكن يتضايق منه يمشيه. مفيش ده في الكوره. هو في كده فعلا؟ مفيش ده يعني. ما هو الاتحاد المصري او اللجنه الخماسيه قالت مفيش الكلام ده. الحقيقه والحقيقه ان الجهاز الفني كله بقى مضين عقول، والحقيقه ان الجهاز اللي معايا هو جهاز مجموعه من الموهوبين والمحترمين الحقيقه. يعني الجهاز اللي معايا كابتن طارق مصطفى، كابتن احمد ايوب، كابتن سعد معوض، كابتن ايمن طاهر، بركات، محمد بركات، مجموعه الحقيقه كلها. هو عايز يغير مين؟ عايز يغير طارق مصطفى على حسب الكلام اللي بيتردد، انه عايز يغير طارق مصطفى. والحقيقه طارق من المدربين الواعدين. هو يجيب مين بقى؟ لا اعتقد انه كان عايز عارفين كل حاجه يستقر على الجهاز زي ما هو بدون طارق. فالحقيقه وبعدين يعني كابتن حسام البدري، انت عرفت طارق ازاي؟ يعني انتوا بتستشفوا الموضوع ولا هو طلع لا 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 هو في تلميحات من الجهاز، في تلميحات من بعض اعضاء الجهاز، في تلميحات من المتحدث الاعلامي، في تلميحات. مع ان طارق شخصيه محترمه جدا ومدرب كويس جدا. وبعدين انت كابتن حسام الناس نسيتك، يعني الناس نسيت حسام البدري، انتصارات المنتخب الاولمبي والنتائج اللي حققها المنتخب الاولمبي. وكان اتجه للشغل الاداري، يعني مش واخدين بالهم منك، هياخدوا بالهم منك في شهر مارس. اشتغل وظبط فرقتك وظبط حالك وخليك يعني كابتن حسام قعد احنا دلوقتي لعبنا بعد عوده الدوري، بعد بطوله اندر 23 لعبنا تقريبا اربع خمس ماتشات. كابتن حسام البدري اول مباراه يحضرها في الدوري اول امبارح ماتش الاهلي. يمكن كان مسافر او في اجازه. لا كان موجود بس والله. كان بيكتفي بالتقارير. طب ليه؟ معرفش. ما انا لما قلت الكلام ده هو برضو يعني خليني انا اتكلم بالنيابه عنه. هو هيتابع النادي الاهلي ليه؟ هيتابع مثلا اصل النادي الاهلي معروف بتلعب كوره، بتلعب كوره يا ميدو. هل رؤيه اللعيب في الملعب زي رؤيته في التلفزيون؟ يعني انا بحاول اجيب لك مبررات. مفيش مبررات. انا طبعا انا لازم انا لما احنا فتحنا الموضوع وقلنا انه كابتن حسام البدري ما بيحضرش ليه مباريات، حضر المباريات. يعني ده معناه انه كان بيعمل حاجه غلط، يعني هو بعدين اعترف ان كان في حاجه غلط بتحصل. الحقيقه يعني مش متفائل، ولكن برضو كل الدعم لكابتن حسام لانه شئنا ام ابينا هو المدير الفني للمنتخب المصري، فنتمنى انه يخيب ظننا ويحقق نتائج تكون على قدر امال وطموحات الجماهير المصريه، خاصه انه فعلا عنده مجموعه كبيره من اللاعبين الموهوبين. يعني عنده مجموعه المنتخب الاولمبي، عنده مجموعه المحترفين، عنده مجموعه الدوري المحلي. الحقيقه عنده قاعده كبيره جدا، يعني احنا بنقول الدوري قوي وفي لعيبه كويسه، وهو بيقول لا مفيش. يعني معرفش، مش عارف هو جاب منين فين اللعيبه، مفيش لعيبه كويسه في الدوري. هو قال مفيش لعيبه كويسه في الدوري؟ هو معنى جمله مش مطمن لكل المراكز ده معنى ايه؟ ممكن يكون خانوا التعبير يعني ممكن كان عايز يقول. ما اعتقدش ان كابتن حسام البدري متحدث لفظ جدا. كابتن حسام البدري بيحسب كلامه. كابتن حسام البدري من الناس اللي كابتن حسام البدري قعد فتره طويله هو المتحدث الرسمي للجهاز الفني للنادي الاهلي في وجود مانويل جوزيه. حسام البدري ما بيقولش حاجه من غير ما يحسبها. ما اعتقدش ان خانوا التعبير ابدا. طب لانه حتى لو خانوا التعبير كان طلع صحح. طب ايه الهدف ان هو يقول كده؟ انا مش مسؤول لو اي نتائج وحشه حصلت. ازاي؟ هو مين المسؤول؟ اللعيبه. انا ما عندناش لعيبه. طب هنجيب لعيبه من فين؟ خلاص يعني خلاص يتغلبوا بقى، نعمل لكم ايه؟ لا ازاي بقى؟ طب احنا عندنا امال الاهلي بيكسب ازاي؟ ما بيكسب بلعيبه مصريين. لا بالمحترفين بقى، يقول علي معلول واجاييه واليو ديانجو. طب احنا ممكن ما هو دي مبررات. ما هو خلاص حتى مبررات. هو قرر يحط مبررات. طالما قرر يحط مبررات يبقى خلاص الموضوع انتهى. ممكن ناخد اليو ديانج لو أو أزارو مثلاً.
لا اكيد اكيد خانوا التعبير، اكيد هو يعني ممكن يكون ندم على، اتمنى لأن لان كمان انت انا كلاعب لما اسمع مدير فني بيقول عليا كده، يعني انا كالشناوي مثلا ازاي، أنا بقول ولا السلية يعني ولا كل مباريات الاهلي اللي لعبها في الدوري محمد الشناوي ليه بصمه فيها، هتلاقي في وسط الهجوم وفي وسط في كره كده بترد ممكن تعمل لك صداع، الشناوي بيلحق الكلام ده. يعني في ماتش الاسماعيلي في وسط ما الاهلي سيطر والدنيا، في كره كده فجاه بالدماغ بالهيد الشناوي شالها وكانت هتعقرب الماتش بدون داعي. بالظبط بايده الشمال. ماتش الحرس كره مشتركه وقعت المهاجم شاطها الشناوي بشماله شال. في وسط كل امبارح كورتين ثلاثه في الشوط الاول كانوا ممكن يكهربوا الماتش. فالشناوي عايش حاله من وعلى فكره فكره ان انت تبقى مركز وفرقتك ضغطه وهجمه بالمنظر ده وانت مركز انه هتجي لك فرصه، ماليش علاقه باللي بيحصل، ماليش علاقه باللي بيحصل. بالظبط بالظبط. فده الشناوي، ده اللاعب الكبير، الشناوي لاعب كبير، والشناوي ما شاء الله عليه، ما شاء الله حقيقه الحقيقه ربنا يحميه ويبارك له بقى، عشان هو كده الماتش المية اللي لعبه وكلين شيت السابع اللي في الدوري السنه دي، ونتمنى انه يكمل على كده ان شاء الله ويفضل محافظ على السحر حراسه المرمى. ممكن ممكن الكابتن حسام بقى يكلم كل لعيب يقول له على فكره مش انت المقصود بالتصريح ده، هيكلم كل لازم يعمل كده. 25 في 18 مفر، نطلع القلحه نضرب 25 في 18 مفيش مفر، نجيب له خط يعني. احنا عموما بنتمنى له النجاح، لان لازم نتمنى له النجاح، مفيش في ايدينا حاجه. دي فين منتخب مصر بس يعني، بس التصريحات عليها علامه استفهام بصراحه، ما ينفعش التصريحات مش عليها علامه استفهام يا كابتن حسام، ما ينفعش التصريحات كارثيه الحقيقه. الاهلي كسب امبارح 4 اهداف سيد البلد. فانا وانا قاعد بتفرج على الماتش كده قلت نهار اسود، اسف يا جماعه يعني سيد البلد، طب هيعمل معانا ايه احنا بقى؟ هيعمل معانا ايه؟ خلينا نكون واضحين، نتكلم عن الاتحاد الاول. الاتحاد عمل 45 دقيقه لحد الدقيقه 46، قلت الشوط الاول لحد الدقيقه 46 الشوط الاول لحد الكورنر اللي اتعمل 3 مرات وبعدين غالبا هو اللي خلص الماتش. يعني الكورنر علي معلول عملها اول مره طلعت، عملها تاني مره طلعت، عملها التالته جول. انا وهو بيعمل التالته قلت التالته خلاص، التالته تبت يعني طالما الكورنر مصمم. هي جول يعني فهتدخل. ده اللي نقل المباراه تماما. الاتحاد مش مقياس تماما نتيجه ماتش امبارح، لانه الاتحاد مقدم موسم رائع ومن افضل مواسمه ما شاء الله ما شاء الله. احنا اتكلمنا انا وانت قبل كده عن نادي الاتحاد والحاجات، الشوط الاول كان اداؤه استقرار وكابتن طلعت، الشوط الاول كان ادائهم رائع، كانوا الاخطر ولكن برضو اللعيبه واقف، لعيبه الاهلي واقفه على رجلها، ما تخضوش، قدروا يجيبوا جول في نهايه، وده اللي غير تماما شكل الشوط الثاني. يعني طبعا الكلام بقى على الجول، اصل الجول، اصل مش الجول. قبل الجول السوليه راح بانفراد وضايع، احمد شيخ راح بانفراد وضايع. فالحقيقه انه بدايات وبشائر الشوط الثاني بتقول ان الاهلي خلاص هيخلص الماتش تمام، انه الدنيا اتغيرت وانه في حاجه حصلت في اوضه اللبس، انه في مدير فني، في مدير فني هو شغلانته ان هو بيغير، في زعيق حصل في اوضه اللبس جامد يعني. يعني واضح انه في حاجه حصلت. الاهلي نازل من بدايه الشوط الثاني فريق مغاير تماما للشوط الاول. اوكي، قفشه اتحرك كويس، اجايزه فاكر لما قلت لك لما كان ماتش وقلت لي انت مدير فني كويس ما ينفعش، ان قلت لك ما حدش ياخد باله يعني ما يصلحوش مع اجاييه. امبارح مدافعين اللي سرحوا مع اجاييه، سرحوا مع اجاييه طول الوقت. فكان فاكر انت بتقول لي اجاييه بينزل عشان خلاص يكمل قفشه يعني، وكان رمضان او ايا كان وليد سنان ايا كان، سرحوا مع اجاييه فخلاص الموضوع خلص. يعني فالحقيقه الاختراقات من العمق امبارح كانت مرعبه في دفاع الاتحاد، والاهلي اكتفى بالرباعيه. والحقيقه برضه يعني انا نفسي كمشاهد وكاهلاوي وانا بتفرج على الماتش بعيد عن ان انا راجل بشتغل في الكوره، تغيير احمد رفعت الحقيقه انا استغربتها. يعني طول الوقت مصدر الخطوره على مرمى النادي الاهلي كان احمد رفعت. انا كلموني والله، انا حتى ابني قال لي احمد رفعت يخرجوا ازاي؟ قلت له اكيد في حاجه، قلت له اكيد في حاجه حصلت في بره الكوره، يعني التغيير بره لا في حاجه، لانه مصدر الخطوره هو اللي ناقل لفرقه الاتحاد طول الوقت في نص ملعب الاهلي، هو اللي عامل لك صداع، عامل لك ازعاج، بيعدي، بيعمل عرضيات مرعبه يعني. في حاجه مش كابتن طلعت مش مدرب صغير يعني، يعني اكيد في حاجه حصلت بره الكوره، بره السياق. انت بقى لعيب كوره وتعرف ده، لانه التغييره دي تغييره بره الكوره. بص احمد رفعت انا مرنته طيب قوي قوي وحد يعني جميل جدا، لكن احمد بيندمج في المباراه بطريقه غريبه جدا، فهو اي كلمه ممكن بيستقبلها برد فعل غير طبيعي، فممكن بياخد تعليمه ولا حاجه. انا بتوقع كده، بياخد تعليمات بتوقع كده، لان هو كان عامل خطوره، هو اللي عامل خطوره فعلا، مفيش غيره، هو الخطوره كان هو يعني. بالظبط، فالتغييره رايح دفاع الاهلي. وكابتن طلعت من الشخصيات الحازمه جدا، انت بخروج اول ما خرج احمد رفعت محمد هاني عمل الجول الثالث،
راح وعمل الجول الثالث. فالحقيقه انه رايح النادي الاهلي تماما التغيير. و فايلر مدرب كبير يعني، كل مباراه بيثبت مدرب كبير، حتى في المؤتمر الصحفي بيثبت مدرب كبير. اداؤه في المؤتمر الصحفي انا معجب بيه جدا، بيرد على الاسئله اللي هو عايز يرد عليها، ما بيردش على الاسئله اللي ما ينفعش يرد عليها، مخرج لعيبته تماما بره اطار الاسئله. اي سؤال على اي لاعب ما بيجاوبش عليه او بيجاوب عليه بانه بيدافع عن اللاعب بتاعه. حقيقه هو حاكم زي ما بيقولوا كده، حاكم فرقته وحاميها من حاجات كتير قوي. انا بدور لك على الورقه بتاعت اسف يعني، بس عشان انا جالي دلوقتي بس حاجه كده في الاير بيس، بدور لك على الورقه بتاعت العقوبات اللي اعلنها اتحاد الكوره. العقوبات يا جماعه زي ما قلت لحضراتكم، المستشار سيد البنداري رئيس لجنه الانضباط اتحاد الكوره قال ان العقوبات التي تم اتخاذها عقوبات نهائيه يعني ما فيهاش كلام. طيب السؤال بقى للاستاذ احمد عويس، لو حد خالف العقوبات دي، يعني مثلا مجدي عبد العاطي مثلا كان حاضر النهارده قاعد على الدكه، ايه اللي بيحصل؟ اللائحه ما فيهاش يعني، انا اصدرت العقوبه وما فيهاش اللي لو ان العقوبه ما اتنفذتش ايه اللي هيحصل. بيقال انه العقوبه ستتضاعف، يعني لو هو مجدي عبد العاطي موقوف مباراه وحضر عافيه فيبقى مباراتين، اللي هو اختراق مباشر للقانون اللي هو يعني بطلع لساني، يبقى مباراتين. لو انا بقول طبعا مجدي عبد العاطي في منتهى الادب والاحترام، بس عشان صاحبي انا بضرب بيه المثال عشان انا عارف ان انا بيني هو مجدي عبد العاطي يعني طول الوقت هو اللي بيتضرب بيه كل الامثله يعني. برضو حصل برضو مره هزار كده بينه وبين الدكتور احمد عبد الله على فيسبوك، وكانت موضوع لطيف جدا ومناوشات لطيفه وهزار بينه وبين احمد عبد الله، وكان حديث الدنيا كلها. فواضح ان مجدي عبد العاطي صديقنا العزيز هيبقى طول وقته هو. طب ايه المشكله برضو لما انا يقول لي انت مش هتحضر وانا احضر، يقول لي طب ادي لك ماتشين اروح احضر اربع ماتشات، احضر ست ثمان ماتش 500 ماتش، ايه الرادع بالنسبه لي؟ ما هو انا بقول لك لجنه الانضباط بقى اللي تتسال في ده، انه ما فيش رادع، انه ال 100,000 هيبقوا 200,000، وال 200,000 هيبقوا 400,000، 400,000 هيبقوا ما هو محدش. وتعالى خدهم مني بقى. وتعالى خدهم مني فتشني فتش. بجد والله العظيم ده اختراق واضح. لا طبعا الحقيقه. وكل احترام بصراحه للقرارات. لو يعني حد تجاوز وراح مثلا كسر الكلام ده. خلينا نشوف يعني لجنه الانضباط هتعمل ايه في اي تجاوز يحصل للقرارات، وخلينا نعرف اللي جاي ايه. بس هو الحقيقه انه لانه كلام من بدري قوي على الـ على الـ على فكره الـ 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 الاختراق وانه من بدري بيتقال انه في قرارات مش هتتنفذ. فخلينا برضه عشان ما ندخلش في منطقه فيها رغي وهري كتير، اعتقد ان لجنه الانضباط اتحاد الكره هيبقى واللجنه الخماسيه هيبقى عندها رد على اللي حصل. بجد؟ انا نفسي والله العظيم. اقول لك القرارات بسرعه تانية افكرك بيها؟ ماشي. ايقاف كابتن رضا عبد العال مدير فني لبدايه المحله 4 مباريات وغرامه 50,000 جنيه اللي مبادر منه في حكم المباراه. ايقاف مصطفى محمد المدير الاداري لفريق شركه اسيوط 10 مباريات وغرامه 50,000 جنيه. ايقاف مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق اسوان 2 مباريات من غير غرامات. توبيخ كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره النادي الاهلي، منع رئيس نادي الزمالك من المشاركه في اي نشاط رياضي متعلق بكره القدم لمده 3 مباريات وغرامه 100,000 جنيه. تمام، ده الغرامات. ايقاف علاء الدين مصطفى 4 مباريات 50,000 جنيه. منع السيد فرج عامر رئيس نادي سموحه من المشاركه في اي نشاط رياضي يتعلق بكره القدم مباراه واحده وغرامه 50,000 جنيه. المستشار سيد البنداري او استاذ احمد رئيس اللجنه الانضباط باتحاد الكوره قال ان العقوبات الموقعه من جانب اللجنه تكون نهائيه وفقا للائحه. وقال ايضا ان العقوبات او ان العقوبات لا تصدرها اللجنه نهائيه، لانه يتم توقيعها بناء على مستندات موثقه وفيديوهات رسميه لا يمكن انكارها. المادة 30 من اللائحة بتفرق بين الأندية والأشخاص. الأشخاص الذين لا يطبقون العقوبة معرضين لعقوبة أخرى مماثلة، يعني اللي هو زي ما أنا قلت مضاعفة العقوبة. أما الأندية التي لا تمتثل للعقوبات فهي معرضة لعقوبة خصم النقاط ثم الهبوط للدرجة الأدنى. يعني النادي معرض لخصم نقاط والشخص معرض لمضاعفة العقوبة زي ما انا قلت. فده معناه ان زي ما نقول الثلاثه هيبقوا 6 والسته هيبقوا 12
وال 12 او 24 والبيضة الاول ولا الكتكوت. اه طب وبعدين؟ لا ما نشوف انا يعني. عارف بتكلم في ايه؟ انا بتكلم بجد والله العظيم يا جماعه، من غير انتماءات ولا من غير اي حاجه، بتكلم في النصيحه. انا شكلي كلجنه بطبق القانون. انا لما بلاقي حد يخترق كلامي او بيقول او بيطلع لي لسانه من الاخر كده يعني، واحد بيطلع لي لسانه واعمل اللي انت عايزه، انا انت مش في دماغي اساسا، انا هروح اعمل اللي انا عايزه من الاخر. هتيجي تطبق بعد كده على اي حد هيقول لك طب ما كنت لما بكلمكم بالبلدي ما كنت اتشطرت على كذا، ما كنت عملت كذا، انت جاي تفرض عضلاتك عليا انا صح؟ ما هو هو ده بص ده اختيار، ده محك يعني، ده اختبار قوي لجنه الانضباط، وهنشوف هتعمل ايه. لانه لو العقوبات ما اتطبقتش زي ما اتعملت اعتقد انه بعد كده ما حدش هي بالظبط خلاص بقى. انا بعد كده لما انا هيقولوا لي انت انت ميدو انت موقوف وانا اجي بعد كده انت تيجي تقول لك عويس انت موقوف، انا اروح جاي قاعد على الكرسي يلا يا ميدو عشان نطلع الهوا بقى. اه وبعدين وقفني 4 حلقات، وبعدين وقفني 8 حلقات، خليهم 8 بقى، خليهم 12، 25 خليهم حلقه. اه بالظبط نقعد بقى ندور على الحلقات. ما انا مش عارف لغايه امتى هنفضل كده والله بجد. يعني احنا بلد كبيره وبلد محترمه وبلد عندها قانون وبلد عندها قاعده عريضه من الجماهير، عندنا اولادنا بيتفرجوا، عندنا اولادنا بيسمعوا، عندنا كل حاجه يعني، بلد كبير مصر يعني مصر. بص الحقيقه انا اعتقد ان احنا في قناه الاهلي اكبر من ان احنا نتكلم على اللي بيحصل، لانه الحقيقه بقى ماسخ زي ما بيقولوا. فخلينا احنا واجبنا ان احنا نتكلم عن القيم ونتكلم عن الالتزام ونتكلم، لان احنا اكبر مؤسسه ملتزمه في كل ده حقيقي. حاجه بس وكل حاجه. بس الحقيقه ان انت طول الوقت زي ما بيقولوا بتدم في ملطه، فخلينا احنا في التزامنا وان احنا ماشيين في طريقنا الصحيح اللي احنا حسب قواعد مبادئ النادي الاهلي. وواجبنا كمان ان احنا نبقى في ظهر اتحاد الكوره، في ظهر اي حد يمسك اتحاد الكوره، ان احنا يبقى سند ليه. ان احنا دايما لما حد بيطلع قرار، فاكر السنه اللي فاتت لما قالوا الدوري هيمشي كذا وكذا وكذا، واحنا خرجنا قلنا احنا نلتزم بكلامكم. الالتزام بالكلام ده بيقويك انت قبل ما يقوينا انا. صحيح. ان انا بدعم موقفك. زي بالظبط موضوع الاستبداد. انت حطيت لائحه ودلوقتي عايز تغيرها عشان خاطر ده استبداد. مش استبدال، في فرق بين يعني الاستبدال عايز والاستبدال. عايز تغير اللائحه عشان خاطر 2 لعيبه اتصابوا هنا وثلاث لعيبه، يعني الحقيقه كوميديا والله مسرحيه. ايه المكاسب من الاربع اهداف والثلاث نقاط غير الثلاث نقاط والاربع اهداف والمستوى اللي احنا شفناه الشوط الثاني غير المستوى اللي شفناه في الشوط الاول؟ التصدر، تصدر الدوري 24 نقطه 8 من 8 شباك نظيفه، الاطمئنان على ان الاهلي في غيابات كتيره جدا مكمل زي ما هو، ما وقفش، عنده عدى مباراتين الاتحاد والاسماعيلي ورا بعض، عنده مباراه بلاتينيوم يوم السبت مهمه جدا، وبعدين مصر مقصه. فكره حسم يعني حسم النقاط طول الوقت، ان انت بتبعد عن المنافسين بفارق نقط كبير، قتل الطموح لدى المنافسين. يعني فكره قتل الطموح لدى المنافسين دي مهمه جدا. ليه؟ لانك هتبدا بعد كده تبدا بقى تتفرغ لدوري ابطال افريقيا بصوره كبيره، تبدا تريح لعيبتك المهمه، لان ضغط المباراه ده برده مزعج جدا، انت فقدت مجموعه كبيره من نجومك، فهتبدا تريح عشان المباريات كتيره جدا. الاطمئنان على حاله سعد سمير، وان انت لما رامي غاب سعد عندك بديل كفء موجود، قالوا ديانج ثنائيه ديانج والسوليه اللي بدات اول مره تقريبا تبدا الموسم ده. حقيقه لا مكاسب كتير، يعني مكاسب كتير الاهلي حققها. انت كان الاتحاد منافس مباشر فانت كسبت ماتش بست نقط، لا يعني بالظبط الموضوع رائع. وفكره ان انت بقيت، انا طول الوقت بقول الكلام ده، انت بقيت حتى في أسوأ الظروف بتكسب وانت مريح. ده اللي كنت اساله لك. يعني انت بتكسب والله العظيم، ده اللي كنت اساله لك، بس مش بالطريقه دي. يعني سؤالي كان، انا هخليك تاخد نفسك، احنا هسالك السؤال ده وتجاوب عليه ونطلع فاصل يعني بعد اذن طبعا الاستاذ احمد برجاوي. لما يبقى عندك مدير فني كبير بيعرف يحررك، بيعرف يمديلك ايده، انت كلاعب في الملعب بتبقى عايز حد يمديلك ايده. لما تعمل كده وما تلاقيش حد انت بتوع اكتر. ففايلر لما اتطرد مننا حد في النجم الساحلي لم الدنيا بسرعه، ده حقيقي. عمل اتكلم لعيبه، وجهت، احنا ما كناش بقى سامعين ولا شايفين، لكن حصل المنظر اللي انت شفته ده. مباراه الاتحاد كان فيها برضو تحول مفاجئ، كان فيها وقوع المستوى في الشوط الاول بدرجه كبيره جدا. الشوط الثاني
ده المدير الفني الكبير بقى اللي هو ينزل. سيبك من الزعيق والكلام ده، فايلر مش انت بتقول الزعيق اللي هو بلغه الكلام التكتيكي بالظبط، اللي هو لا اللي انا هديكوا دش بس كوره بالظبط، لا اللي هو دش كوره انا بوضح كلامي انتوا فين بالظبط، يعني فين فين اللي انا قايله. فده دور المدير الفني لما يكون عندك مدير فني كبير جدا. لكن طبعًا انت قبل كده شفنا مش الاهلي اي نادي انت بتبقى عامل كده وروح لا شفتها في الاهلي يعني برضه عشان برضه يعني شفنا في الاهلي السنه اللي فاتت يعني هي الاهلي هي هي اللعيبه هي هي اللعيبه يعني انت كان هم مش هم الاثنين رمضان صبحي و يعني المباراه اللي احنا خسرنا فيها سان داونز خسرنا فيها المباراه الكارثيه انت ما لقيتش حد من طبعًا ايده طبعا يعني انت مش هم الاثنين رمضان صبحي وحسين الشحات هم اللي جابوا لعبوا على الاطراف بالظبط، هم اللي بيأدوا نفس الموسم بالظبط، الاثنين في بدايه الموسم جايبين 9 اهداف السنه اللي فاتت ما عملوش نص ده بالزبط. لا الحقيقه مدير فني كبير وفكره اعاده الخوف للمنافسين خلاص احنا عدينا مرحله الخوف عديناها انا يعني بقول لك انا وانا قاعد يعني بتفرج نمسك الخشب وانا ما ان شاء الله دايما بقول ما شاء الله وانا قاعد بتفرج سيد البلد عملنا فيه كده طب انا هتعمل فيها ايه كل خير نطلع فاصل نطلع فاصل ونرجع نتواصل مع النجم اللي بيشرفني دايما الاستاذ احمد عويس. اهلا بحضراتكم من جديد، لسه مستمرين معاكم في الاهلي ليله ومنورني ومشرفني الناقد الرياضي الكبير الاستاذ احمد عويس. اهلا بيك مره ثانيه. اهلا بيك كابتن عبد الحميد. انت بارك للاهلي بقى في انا الفوز 82 68 تمام. تقريبا تمام فوز مهم لفريق السله اللي هو محتاج يعني محتاج انه استعاده الثقه. هو في صفقات جديده المجلس الاداره عملها السنه دي واتمنى ان هم يكملوا في دوري السوبر ويحققوا السنه دي عشان محتاجين فرقه سله في الاهلي تفوق شويه اكيد. وطبعا تكسب المنافس التقليدي ليك من الزمالك برضو طبعًا حاجه كويسه طبعا جدا. ترفع طبعًا معنوياتهم برضو حاجه طبعًا كويسه جدا طبعًا. الف مبروك لفريق السله الرجال 82 68 في دوري السوبر للمحترفين، الف مبروك ودايما كده ان شاء الله في انتصارات. عندنا عايزين نتكلم عن دور الاجانب او اللاعب المحترف في الدوري المصري. في لعيبه عامله فرق في الدوري المصري يعني في الاهلي اللعيبه الاجانب ما شاء الله متالقين، هو بس جيرالدو اللي لسه مش واخد فرصته بصوره كبيره ولكن كان بادئ كويس. جونيور اجاي زي ما انت شايف بيلعب شويه راس حربه وشويه في الوسط بيأدي اداء رائع. وليد ازارو بيسجل في اخر مباراتين اخر مباراتين لعبهم بيسجل. اليو ديانج الدبابه ما شاء الله يعني ما شاء الله. طمن جماهير النادي الاهلي كمان في طبعا علي معلول بعد العوده من الاصابه بيأدي اداء رائع واحرز هدف امبارح بضربه جزاء على طريق جونينيو الوقوف في الهواء شويه ضربه الجزاء الراقصه زي ما بيقولوا. لا الاجانب في الاهلي مأدين اداء رائع يعني لفت نظري اوميد اوكري ولكن اصيب لاعب اسوان لعيب كويس جدا. جزيري في المقاولين لعيب كويس جدا. لا في لعيبه موسز مع المقصة لا في مجموعة فرقة هايلين في الدوري وفارقين طبعا مع فرقهم يعني كل اللعيبة عاملة شغل كويس مع الفرق. الجونة والمستوى اللي قدمته الجونة في آخر مباراتين بعد سلسلة هزائم. رضا شحاتة المدير الفني اللي كان للجونة كسب ماتشين مهمين جدا وبعدين نادر شوقي كان بص بقى جونة كان عنده كام نقطة دلوقتي؟ طلع فوق طلع في المركز ال 12 كان كام نقطة؟ كان اعتقد كان دلوقتي هو كام نقطة؟ 4 نقاط دلوقتي 10 10 6 نقط نقلوه من المركز الأخير للمركز ال 12 بالظبط ماتشين ورا بعض فوز ماتشين جامدين جدا ففرقوا معاه جدا صح. الجونة بص في مدربين ممكن يبقوا كويسين ولكن الكيمياء بتاعتهم ما بتمشيش مع الفرق. الجونه عنده مجموعه من اللاعبين رائعين هايلين وكلهم شباب صغير ورضا شحات عارف يوظفهم كويس وان هم يكسبوا بيراميدز هنا في الدفاع الجوي ده طبعًا. انجاز طبعًا. رائع ومش جول ولا اتنين لا ده 3-2 يعني مش نتيجه قليله يعني بالظبط. ولكن فكره الحفاظ على رضا شحاته هو رضا شحاته كان مدرب مؤقت أدى مهمته بنجاح لحين الاستقرار على مدير فني وهم استقروا على بيدرو بارني
المدير الفني او اللي كان مساعد مانو الجوزيه، وبيقال انه مدرب كويس. هو كان ليه تجربه مع الاسماعيلي وما استمرتش لفتره طويله. نتمنى انه ينجح مع الجونه، الجونه فيها مجموعه من الشباب الرائعين، وفكره الحفاظ على ده شحاته انا معاها، وكنت اتمنى الاسماعيلي يعمل نفس اللي عمله الجونه. الاسماعيلي مع ادهمس الاحضار تعادل مباراه وكسب مباراتين، كان نفسي يحافظوا برضو على ادهم وما يخليهوش يواجه الاهلي والمقاولين عشان يخسر، وبتبدا الناس تقول طب ما تمشوا ادهم يا جماعه، هو جاي كان جاي مهمه مؤقته، يعني هو كان جاي مدير فني مؤقت. بس ادهم ما شاء الله مدرب كويس جدا من زمان، كمان مدرب شغال كويس جدا وبيشتغل من هو صغير. بالظبط. لكن رضا لسه بس الفكره ان قماشه الاسماعيلي محتاجه كوتش، لا محتاجه لعيبه، مش محتاجه كوتش. الاسماعيلي عايز لعيبه. اوكي. اسماعيلي اداءه قدام الاهلي كان طفره، يعني كان انما شوف اداء الاسماعيلي قدام المقاولين امبارح، الحقيقه مش ده الاسماعيلي، مش ده درويش افريقيا، ومش ده الاسماعيلي المنافس. بس انت شفت الطفره فين؟ الطفره انت قلت لي قدام الاهلي عمل طفره، ما هو اي فريق قدام الاهلي بيعمل طفره. ده هيبقى قلبي طيب، يبقى انت عندك، انا قصدي يبقى انت عندك. لا ما هو انت اللعيب امكانياته بتضربها في اتنين قدام الاهلي او الزمالك. طب ليه ما طلعهاش منه على طول؟ ما هو دي قدرات. ما زي لعيبه النادي الاهلي، احنا قبل ما يجي فايلر كانت في ناس كتير عايزه تمشي لعيبه كتير. لما جه فايلر احنا كنا بنشيل لعيبه، دلوقتي بنشيلها على كتافنا وبنهتف باسمائها عشان طلع منهم ده اللي بتكلم فيه. طلع وساعدهم بقدراته الفنيه. اسماعيلي محتاج لعيب. اوكي. اسماعيلي محتاج لعيبه، لانه اداؤه امبارح الحقيقه قدام المقاولين مش الاسماعيلي خالص. مفيش جمله، يعني مفيش جمله ولا شيء اعتماد على مهاره عبد الرحمن مجدي واللاعب العراقي همام طارق. مفيش اي، يعني مفيش حاجه بتتعمل خالص، يعني مفيش. الفرقه الحقيقه امكانياتها محدوده. فكره ان رضا شحاته يفضل، حتى انا كنت اتكلمت فيها كمان، ليه لا؟ ما طالما الراجل كسبان ماتشين صعبين جدا، ليه لا ما نديله الفرصه؟ لكن نادر شوقي لما سمعته انا بصراحه اقتنعت بكلامه جدا. نادر شوقي استضافوه في احد البرامج، يعني المراسل كان بيكلمه بعد المباراه، ليه ما تديش رضا؟ يعني ليه ما تدروش استمراريه وتبقى في ظهره وكده؟ قال لك انا مش عايز اخسره. صحيح. مش عايز اكسره. مش عايز احرقه. كانت مصطلحات في منتهى الثقافه. وهو رضا ادى المهمه اللي تم اسنادها ليه، وحقق اللي هم عايزينه، وحقق 6 نقط ونقلهم، وخلى الفرقه واقفه على 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 طريق كويس مع بيدرو، ممكن تكمل. جميل قوي. 6 نقاط. 6 نقاط طبعا غاليه جدا طبعا، مهمه طبعا جدا طبعا، ومن فرق كبيره. يعني بيراميدز، وماتش اللي قبل بيراميدز كان مين؟ ما اعتقد كان طلائع باين يا جماعه، كان طلائع الجيش. مش كده؟ صفر. بعد ما كان كسبان الزمالك البيراميدز وبعدين طلائع. فطبعا نتائج رائعه، وفريق كسبان الزمالك كمان. طبعًا. يعني وعامل طبعًا. كان مباراه كبيره جدا كابتن طارق يحيى طبعا، وراح خسر في الجونه من فرقات غريبه. فرقه الجونه اعتقد ان هي هتقدم مع بيدرو اداء رائع، لان عندهم الحقيقه عندهم امكانيات، عندهم مجموعه من اللعيبه الموهوبين. انا كنت اتكلمت كمان مع رضا شحاته، لان في ناس كتير جدا مستغربه، طب ما تدوله بقى، ما هو الراجل بيكسب اهو. انا كنت اتكلمت معاه، هو مقتنع بكلام نادر شوقي جدا، قال لي لا ده فعلا هو ده الصح. اصل هو رضا طلعوني اخد دورات. لا رضا مع حسام غالي، يعني حسام مقتنع بيه، انت عارف ان حسام كان جايب رضا معاه في اللجنه الفنيه في النادي الاهلي، وخدوا معاه الجونه ومع فضل. يعني لا هم مقتنعين بقدرات رضا شحاته من زمان، واعتقد ان رضا هيبقى من المدربين الواعدين، يعني هيكمل جنب عماد النحاس. هو رضا ذكي، رضا ذكي. لما انا كلمته كمان، ايه انت في ايه؟ انت عمال تكسب ازاي كده؟ قال لي والله ما بعمل حاجه، قال لي انا محافظ على شكلنا الفني، خلي بالك كان قبل كده، لكن انا شلت الضغط من على اللعيبه. اللعيبه اتحررت لهم بالظبط كده، اللعيبه اتحررت لهم مدخل ان احنا لازم نبقى في مكاننا. وانت عارف بقى كلام مصري، في احمد حمدي تاني، في احمد ياسر ريان تاني، في تحرر كبير من اللعيبه، وادوا اداء رائع في المباراتين. انا شفت مباراه بيراميدز الحقيقه، ثنائيه احمد حمدي واحمد ياسر ريان متالقين بصوره مبهره. وخلينا نشوف عماد النحاس تاني، يعني لانه عماد النحاس كمان محتاجين نتكلم عليه، انه الحقيقه اداؤه ما شاء الله ماشي كويس، وماشي في هدوء، وبيحقق نتائج رائعه. حاجه جميله جدا. هو في المركز الثاني دلوقتي، المركز الثاني 22 نقطه، خسران 8 نقط بس لحد دلوقتي، فماشي كويس. ما شاء الله. فنتمنى انه بيكمل، يعني نتمنى المشوار، يعني يطلع جيل جديد من المدربين زي عماد النحاس. اتمنى ان يبقى في 5 6 عماد نحاس. اختيار نادر شوقي لبيدرو تحديدا
ايه اسبابه؟ اكيد شايف فيه قدرات مدرب كويس، اكيد شاف السي في بتاعه وشاف اداءه، شاف اداؤه مع مانويل جوزيه، اكيد ممكن يكون مانويل جوزيه هو اللي رشحه. انا بتكلم عشان كده. انت لعبت معاه، انت قعدت شويه مع بيدرو، شايف انه، هل انت شايف انه هتحول بقى؟ لا اسال انا بسالك. انت اللي دربت تحت ايد بيدرو يعني، انت اشتغلت معاه شويه؟ انا بيدرو، لا انا بيدرو ما لحقتوش، انا اشتغلت مع مستر مانويل. بس هو مانويل كان معاه بيدرو طول الوقت؟ لا ما كانش معاه طول الوقت، جابه بعد كده. جابه بعد كده، كان معانا في فيدالجو. فيدالجو ايوه بالظبط، كان معاه فيدالجو الاول. لكن انا اتمرنت مع مانويل جوزيه. يعني جوزيه اعتقد ان وايلر هيعمل هو في التمن، الاهلي في تمن، عمل 8 فوز متتالي في موسم 2005 2006، نفس الرقم عمله فايلر مع الاهلي، ولكن الاهلي مع جوزيه دخل جاب 21 وجاب 2 اعتقد، مش عارف، مش متاكد من الارقام يعني، بس اعتقد ان فايلر في الثمانيه هو ارقامه اعلى. بص، هو مانويل جوزيه، مستر مانويل جوزيه سر نجاحه في شخصيته، شخصيه اعتقد ان هي مش هتتكرر كتير. انا شايف انه فايلر برضو عنده الشخصيه دي، هو عنده فنياته كمان. فايلر فنياته كمان كبيره جدا، مع جزء من الشخصيه ده يديله نجاح كبير جدا. اعتقد انه بيمتلك شخصيه، اجاباته على اسئله الصحفيين في المؤتمرات الصحفيه بتقول انه بيمتلك شخصيه قويه جدا، وبيمتلك قدره على الحديث مع لعيبته بصوره مبهره، لانه امبارح احد الزملاء ساله على الاستبدال، رده في مدرب كان ممكن يقول انا مش موافق على الاستبدال، انا مش بتاعتي، انا ماليش فيه، انا ليا فرقتي والدكه والمباريات، والاستبدال ده بره الموضوع، انا ماليش فيه، روحوا اسالوا مجلس الاداره. هو دي حاجه، فالحقيقه انه عارف ادواته كويس ومسيطر على ادواته كويس، والحقيقه ان هو لا يعني انا طول الوقت يعني بكل حلقه هطلع هعتذر لفايلر على ان انا كنت احد اللي تخوفوا من قدومه للنادي الاهلي، لانه الحقيقه بيبهرنا يوم بعد يوم، واتمنى ان شاء الله انه يكمل كده، لان عندنا الاهم دوري ابطال افريقيا، احنا الدوري العام احنا خدناه برمضان صبحي وهو في ثانيه ثانوي، اعتقد انه يعني الدوري العام كان في ثانيه ثانوي فعلا؟ كان في ثانيه ثانوي، كان في ثانيه ثانوي يعني لازم تدينا واحده كده، ده حقيقي لازم والله تدينا واحده، كان رمضان صبحي في ثانيه ثانوي يعني، ده حقيقي، مش ما اقدرش، كان عنده 16 سنه، وكان مواليد 97 برضه ما شاء الله، يعني لسه لحد دلوقتي مواليد 97 ما شاء الله. عايز تتكلم على عماد النحاس؟ طبعا الحقيقه انه عماد النحاس السنه اللي قبل فاتت مع اسوان، السنه اللي فاتت مسك المقاولين بعد كابتن محمد عوده، المقاولين كان مقدم، كان نتائجه مش مستقره خالص، بنهايه الدوري كان بينافس المصري على المركز الرابع وقدم اداء رائع، بدايه الموسم ده نتائج مبهره بسكواد مش غالي قوي يعني، ما جابش لعيبه جامده بس بالزبط. ولكن اعاد اكتشاف معروف يوسف، اعاد اكتشاف زياد الجزيري، لعيبه كتيره جدا اعاد اكتشافهم، محمد طلعت، لا الحقيقه عمل تكوينه كده ما تعرفش هو عملها ازاي يعني، تكوينه محمد سمير، لا اللعيبه يعني، اللعيبه دي كانت موجوده كلنا شايفينها، تركيبه اللعب التركيبه اللي عملها عماد النحاس الحقيقه بتقدم اداء رائع. لعيب اللي هو كان في الزمالك، المهاجم اللي جاب جول في الحرس في اخر دقيقه، محمد، اسمه محمد ايه؟ محمد طلعت؟ لا محمد طلعت اهلاوي. لا لا اللي احرز هدف فوز المقاولين في الدقيقه 92 على حرس الحدود. انت لو سالتني على لعيب اهلاوي هقول لك هو مين على طول في ثانيه. اسمه محمد يعني زي شريف كده، لما اكيد هنتكلم على شريف في انبي حاجه، محمد شريف طبعا حاجه وهميه ما شاء الله، طبعًا ما شاء الله، برضه انا بحبه جدا محمد شريف، وهو اعاره ان شاء الله هيرجع مكانه، ولكن هو برضه يعني لحد ما حد من الاعداد يقول لك مين محمد، احنا بنفتكر لعيبه بتوع الاهلي بس يا عويس. هفتكره ماشي. محمد شريف قال تصريح رائع، انا مستعد ارجع بيتي الاهلي في اي وقت، ولكن لما ارجع عايز العب، والحقيقه هو بيتطور في انبي، خليه يتطور كده في انبي عشان لما يرجع الموسم الجاي يكون في مكانه المناسب في النادي الاهلي. والحقيقه محمد شريف عنده ميزه مهمه جدا يا ميدو، انه بيلعب رجليه الاثنين، ما تعرفش هل انت يعني السؤال حافظ محمد شريف اشول ولا هو لا بيلعب رجليه اليمين بس بيلعب بالشمال برضه،
انا طول الوقت حاسس انه اشول. لا بيلعب رجليه اليمين ودي ميزه كبيره في لعب الكوره ان رجليه اتنين زي بعض. طبعا. دي حاجه مهمه جدا يعني طبعا. يعني نجوم كبار جدا في الكوره رجليهم الاثنين يعني ميسي يمينه مش زي شماله خالص يعني ميسي ليونيل ميسي بقول لك طبعا شماله ب 10 يمين بس ميسي نفسه عنده قدره رجله اليمين اقل بكتير. بالزبط. محمد شريف لا عنده قدره انه بيلعب رجليه اتنين زي بعض ودي حاجه مهمه جدا للاعب الكوره. كمان شريف من اللعيبه اللي انا بصراحه كنت زعلان عليها قوي يا ماشي النادي الاهلي بس انت عارف انت بقى عندك لعيبه محمد سالم انا كنت عمال ادور لك على اسم محمد سالم. محمد سالم لعيب كويس قوي طبعا عادي اكتشافه فانا بقول لك هو عادي اكتشاف مجموعه من اللعيبه اللي هو ايه لعيبه كانت قربت تختفي تمام في انديتها جابها وزي ما بيقولوا صنفرها وعادي اكتشافها وعمل تكوينه حلوه كده ماشي بيها كويس قوي. اتمنى ان عماد النحاس يكمل منافسه للنهايه. شايف امبي مع كابتن حلمي طولان ازاي؟ لا يعني امبي مع الكابتن حلمي طولان مسك امبي كان عنده نقطه بالظبط النهارده كابتن حلمي طولان 13 نقطه يعني لا كابتن حلمي بطل الدوري هو الثاني مع الاهلي بقى لما من اول ما مسك كابتن حلمي تعادل مباراه وكسب بقيه المباريات اللي لعبها يعني كابتن حلمي عدى طولان وكسب بقيه المباريات ما شاء الله يعني لعب 3 مباريات كسبهم صح. فالحقيقه كابتن حلمي لا كابتن حلمي الحقيقه هو كان واخد انبي عنده 4 نقاط اعتقد لا والعوده يعني كابتن حلمي المباراه اللي فاتت كان قدام دجله خسران 2-0 رجع وجاب جول واثنين وثلاثه لا ده شيء كان قدام الزمالك في محمد شريف بالظبط قدام الزمالك اتقدم والزمالك رجع وبعدين جاب الجول الثاني في الدقيقه 92 الحقيقه لا محمد شريف برضه محمد شريف كابتن حلمي ما شاء الله هداف الدوري ثاني هدافي الدوري بعد عبد الله السعيد عبد الله 8 ومحمد شريف 7 والله صح بس حاجه جميله قوي لعيب مميز لعيب محترف التصريح كمان اللي عجبني جدا قال انا في كل مباراه انا ببقى متخيل ان الكابتن محمود خطيب قاعد فوق في المدرجات سمعت التصريح ده لا ما سمعتوش بس متخيل ان هو قاعد في المدرجات علشان ارجع نادي الاهلي محمد شريف اهلاوي يعني محمد شريف واضح انه لعيب اهلاوي من اللعيبه اللي زي مشجع اهلاوي مشجع زيه زي كهربا زي حسين زي رمضان زي اللعيبه اللي هي انت لو قلت لعيبه يعني اللعيبه الاهلاويه ممكن تلاقي في الزمالك لعيبه اهلاويه انا اعرف في تيم الزمالك دلوقتي لعيبه اهلاويه انا مش قصدي كده خالص وانا قصدي كده وبالمناسبه على فكره في نجوم كبار جدا لعبوا النادي الاهلي كانوا قبل ما يلعبوا النادي الاهلي كانوا زملكاويه ولكن لما لعبوا النادي الاهلي تحولوا بقوا احد النجوم احد كبار الاهلاويه وما تعرفش دلوقتي تتكلم معاهم في اهلي وزمالك بص يعني. انا قلت مره الاهلي بدون ذكر اسماء يعني انا قلت مره الاهلي بيفرض حبه عليك صحيح مش بمزاجك صحيح والله العظيم يا عويس ما بمزاجك انت بتدخل النادي الاهلي مهما كان بقى انتمائك ايه غصب عنك بتحب النادي حب مش طبيعي طبعا وبتبقى مشجع مش درجه ثالثه بقى درجه 50 لما تتولد اهلاوي كده وفي بيت اهلاوي وبتاع وطالع كل البيت اهلاويه واخواتك اهلاويه والعيله كلها اهلاويه دي حاجه والله حاجة أنا لطيفة والله يعني. انا كده يعني انا تحديدا كده. انا تحديدا لقيت الحته دي لان انا درستها شويه في ناس اتولدوا وللاسف الشديد يعني للاسف الشديد مش عايزين ندخل في القصه دي لكن مش هي فعلا في العراض الحب سبحان الله لا يعني انا والدي واخواتي يعني العائله كلها بالكامل احلى حاجه يعني احلى حاجه ما شفت يعني ما ظهرش قدامي مين من الفرق في الدوري اللي لفت نظرك قوي مين الفرق اللي انت كنت متوقع عليها اداء مستوى احسن لغايه دلوقتي يعني ولقيتها لا دي راحه تحت خالص لفت نظر طبعا الاتحاد السكندري والمقاولين اوكي الاتحاد السكندري اداؤه رائع مع كابتن طلعت الاتحاد السكندري لحد مباراه الاهلي في 9 مباريات دخل فيه 5 اهداف فانت يعني شيل ماتش امبارح وهتلاقيه ماشي كويس جدا المقاولين طبعا ماشي كويس جدا الفريق المفاجئ بالنسبه لي لحد مباراه اخر مباراتين مع رضا شحاته كان الجونه كنت متوقع يقدم اداء اعلى من كده المفاجاه بقى بالنسبه لي المفاجاه الكامله هو مصر المقاصه طبعا يعني مصر المقاصه هو المفاجاه الكامله لان مصر المقاصه بدايه تصريحات كابتن احمد حسام واللي هو محمد عبد السلام قبل الدوري ان هم هينافسوا على الدوري الحقيقه نتائج واضح انه كيميا مش ماشي يعني واضح انه في حاجه يعني في حاجه لانه هو مين تولى مسؤوليتي قبل المقاصه تولى الاسماعيلي تولى الزمالك هو عمل نتائج رائعه مع الوحده السعودي يعني مع الوحده السعودي كان عامل اداء أوكي. رائع اوكي في مصر اعتقد الزمالك والاسماعيلي والمقاصه ممكن يكون عايز يطبق في دجله على فكره مع دجله عمل عمل كان عامل اداء كويس قوي طب ايه اللي حصل
لا واضح ان يعني واضح انه الكيمياء مش ماشيه خالص مع المقص. طب والاسماعيلي والزمالك؟ الاسماعيلي سابه تقريبا عشان الزمالك، انا مش فاكر بالظبط الهيستوري بتاع ميدو التدريبي، ممكن نتكلم عليه المره اللي جايه، ولكن هو مع الزمالك حقق كاس مصر، كان اصغر مدير فني حقق بطوله كاس مصر. في الدوري لا ما حققش النتائج اللي كانت على مستوى طموح نادي الزمالك، بس هو مع المقص اعتقد انه ده اسوأ سجل تدريب الميدو. اعتقد انه ما حصلش معاه كل اللي بيحصل ده خالص يعني. 9 نقط في 10 مباريات، لا ميدو الحقيقه من الناس اللي انا بحبها في الكوره، ولكن واضح انه مش موفق. بيراميدز المركز السابع، لاعب 9 مباريات، عنده 13 نقطة. بيراميدز مع دي صبر أداء مخيب جدا، مع إن إحنا كنا متخيلين دي صبر هيكسر الدنيا. هو دي صبر كسر الدنيا في أفريقيا. يعني 8 مباريات في أفريقيا لعبهم لم يهزم. تعادل مباراة وكسب 7 مباريات. متصدر مجموعته بست ممكن نقط. ممكن يكون مركز في أفريقيا أكتر. في الدوري تحس الفرقة بتيجي الدوري تتحول. يعني بييجوا يلعبوا في الدوري يتحولوا. يعني بيراميدز في افريقيا محقق نتائج، متصدر مجموعته هو المصري الاثنين 6 نقط، واعتقد ان هم ضمنوا الوصول لدور الثمانيه، ولكن في الدوري ممكن يكون بيفكر ان ياخد بطوله. الدوري كده كده مش هياخد، ياخد بطوله في افريقيا كتف في تاريخه ان هو خد اول بطوله لبيراميدز. لا ما هو عارف ان الدوري كان يعني نتائج الدوري سوء، نتائج في الدوري هيمشيه يعني. معقوله؟ طبعا. ولا هم ممكن يكونوا متفقين هو ياخد افريقيا؟ طب ما هو مشي افريقيا برضه. طب ما هو مشي، انا بقول لك قبل ما يمشي. هو قبل ما يمشي كانوا متفقين مثلا ان ناخد افريقيا بس. عبد العزيز عبد الشافي ومدير فني كبير كنت متوقع ان هو يمشي؟ طبعا. طبعا حتى لو كان عامل نتائج في افريقيا ما تشفعلوش. لا ما فيش، هو بس انت كده كده مش هتاخد الدوري يعني. بس هو نتائج كانت وحشه قوي في الدوري يعني. بس انا انت من 9 ماتشات واخد 13 نقطه تقريبا. يعني خسران اكتر من 50% من نقطك، خسران 14 نقطه، اعتقد الفريق ثمنه اكتر من 1.5 مليار، عامل كتير صفقات جداً. كتيره جدا، عنده لعيبه كمان، وعنده لعيبه الدنيا في كل يعني حاجه. حتى اللعيبه جايب صفقات، من اكتر الفرق جابت صفقات قويه السنه دي بالظبط. فما اعتقدش ارقام مهوله اساسا دفعت قبل كده كمان. لا والارقام مهوله دفعت السنه دي. بس الحقيقه في كمان يعني في لعيبه يعني تم ضمها لبيراميدز بدون ذكر اسماء، عشان ما يبقاش وكاننا بنهاجم اسامي معينه. انا نفسي عندي علامات استفهام، هي انضمت ليه لبيراميدز يعني؟ الحقيقه انت عندك مهاجمين، عندك مهاجم قوي جدا اسمه احمد علي، وعندك مهاجم قوي جدا اسمه جون انتوي، في مهاجمين انضموا تانيين ما اعرفش هم انضموا ليه يعني. فالحقيقه كان عليهم علامه استفهام. طب ايه اللي حصل؟ مع انه مدرب كويس وكان عامل نتائج كويسه جدا مع الاسماعيلي، كان عامل نتائج كويسه جدا مع، كان ماسك منتخب ايه؟ ماسك منتخب اوغندا. اوغندا. انت مدرب عارف ان انت هتمشي. وهو الحقيقه برضه عمل حاجات غريبه جدا يعني. انت بتبدا مباراه الزمالك وانت جنبك على الدكه جون انتوي وعبد الله السعيد، وبتلعب بمحمد، بلعب وسط مهاجم، بتلعب براس حربه فاروق، محمد فاروق، بتلعب بفاروق راس حربه ليه؟ انت عندك جون انتوي مهاجم رائع قاعد جنبك على الدكه يعني. كان تشكيل غريب. طب انا السؤال اللي بساله، اللي سالته لك، انا كمدير فني ماشي ممكن اخد افريقيا ماشي فيها كويس قوي، وانا الدوري كده كده مش هاخده يعني. انا كده كده حتى بس ما هاخد افريقيا وبعد 4-5 بطوله انافس على الهبوط؟ لا مش هتنافس على الهبوط خالص، استحاله كان ينافس على الهبوط. ماتش كمان سبعة. ماتش كمان لو خسر ماتش، هو دلوقتي تعادل مع المصري هو كان 12 نقطه، ماتشين كمان ولو فضل بال 12 نقطه دول كان بينافس على الهبوط. فانا فريق بالقيمه الماليه دي ونفس على الهبوط؟ لا طبعا ما ينفعش. فالحقيقه انه الموضوع صعب جدا. فكان قرار، هو قرار رحيله كان يعني كان في المطبخ بقاله فتره طويله يعني، بقالهم فتره طويله بيتكلموا على رحيل دي صبر، رحيل دي صبر. والحقيقه ان في انديه مصريه بتفوت دي صبر يعني، غريب جدا. مدرب كويس بصراحه، مدرب كويس يعني، اللي شفناه منه كان مدرب كويس. ما هو انت مدرب خسران وماشي بسبب خسائر، تفاوضه ازاي؟ زي بالظبط كده ما مدير فني يمشي من فريق ده بقى في الدوري. شفت انا، انت فهمت ازاي السؤال؟ مدير فني لا ما بيمشيش، هو بيبقى منزل فرق. منزل عشان التعبير يبقى ادق. وتلاقيه مسك فرقه ثانيه وينزلها في الدوري يعني، يبقى خسران 7 ماتشات مع الفرقه دي، وبعدين يروح رايح خسران 7 ماتشات مع الفرقه دي، وبعدين يروح خسران بينزل. انا عارف وبيرجع يمسك فرقه ينزلها، وبعد كده يرجع عادي. لا وفي الدوري يعني عادي جدا. في الدوري الحقيقه لا يعني انا مش يعني مش يعني حتى في وسط الكلام
كان طلعت اخبار بتقول عن مفاوضات بيراميدز مع كابتن ايهاب جلال. اوكي. كابتن ايهاب جلال اولا بيدرب النادي المصري وعلى قوه النادي المصري. كابتن ايهاب جلال كان عنده ثلاث مباريات متتاليه المصري مع بيراميدز. لعبوا ماتش الدوري وتعادلوا، عندهم ماتشين في الكونفدراليه ورا بعض. ف سواء المفاوضات حقيقيه او مش حقيقيه ما ينفعش خبر يطلع. يعني ما ينفعش يبقى في تفكير اصلا، ما ينفعش يعدي لا على دماغ اداره بيراميدز ولا على دماغ كابتن ايهاب جلال انه يتفاوضوا مع بعض. ما ينفعش يتفاوضوا مع بعض اصلا. يعني حتى في احترام كره القدم لنفسها او احترام المدير الفني لنفسه ده ما يحصلش. ما ينفعش. يعني حتى لو المصري يعني فرضا المصري قرر يقيل ايهاب جلال بسبب سوء النتائج، الانتاج المصري مش على مستوى طموح ادارته. تمام. ما ينفعش ايهاب جلال في التوقيت ده يروح يدرب بيراميدز. غريبه برضه. يستنى الماتشين وبعدين يروح يدرب بيراميدز بعد كده. برضه الكابتن ايهاب جلال السنه دي مختلف شويه. يعني الكابتن ايهاب جلال بعد طموح كبير جدا مصر. وخلينا نقول هو اللي رفض. يعني ايهاب جلال هو اللي رفض. هو رفض بعد ان هم عايزين يفرضوا عليه اسماء. اه بالظبط. فرفض. فيعني لكن هو ما رفضش تدريب منتخب مصر. رفض لانه الجهاز رفض التدخل. كان عايز يجيب الجهاز بتاعه عشان دي تفرق كتير. والحقيقه كان قرار طبعا رائع. كل الاحترام والتقدير. فبعد ان انت كنت هتبقى المدير ما بيحصل دلوقتي مع كابتن حسام دلوقتي عايز يمشي ناس وانا مش. والكابتن ايهاب جلال على فكره ماشي كويس جدا في افريقيا برضه. يعني محقق فوزين متصدر المجموعه والله ممكن يا استاذ احمد ان هو يكون الفكر كده ان انا يعني مركز شويه في افريقيا انا الدوري كده بس بسبع نقط المصري سبع نقط تقريبا كده المصري اقول لك المصري 8 8 نقط يعني المركز هتلاقيه 13 او 14 ال 13 المصري 13 فالمصري لا مش مركز اللي هو الرسم 8 نقاط بس لاعب 8 مباريات بس متأجله يعني الاهلي لو كسب المباراتين هيبقى لا في ماتش مش هيكسبه ان شاء الله مين؟ الاهلي لا بعيد عن الاهلي ما هو في متأجله الاهلي وماتش اللي هيلعبه في الدوري بكره ازاي انا قلت كده؟ لو كسب بعد كده يعني لو كسب ماتش بكره هيبقى مثلا 11 نقطة عارف ال 11 نقطة يعني تطوق أربع مراكز بس أربع بس مراكز في المنطقة ده اللي هي منطقة الخطورة يعني الدافئة لا مفيش دافئه كله في الدافئه دلوقتي بلاش منطقه الدافئه دي كله في منطقه مش عايزين نتكلم عن منطقه الدافئه دي طبعا مش عايزين نتكلم عن منطقه الدافئه منطقه الدافئه ماشي عندنا لسه عندنا الاهلي في افريقيا عندنا الاهلي بلاتينيوم ان شاء الله يوم السبت ماتش بلاتينيوم يوم السبت مباراه مهمه جدا ست نقط بتوع بلاتينيوم دول يعني ما ينفعش نهزر فيهم يعني الست نقط رايح جاي دول مهمين جدا لان هيقربوا الاهلي بشكل كبير من الصعود وهتبقى النجم الساحلي هيجي لك هنا ان شاء الله ان شاء الله يعني مباراه حسم صداره المجموعه ونقدر نخلص مباراه النجم عشان نبقى خلاص بقى نستقر نبدا بقى ندخل في مباراه البلاي اوف اللي هي هتبقى صعبه جدا مباراه الذهاب والعوده اللي هي بدايه انا وجهه نظري البدايه الحقيقيه لدوري ابطال افريقيا مباراه الدور الثمانيه يا رب يا رب ان شاء الله يا رب ان شاء الله واحده واحده نكون رجع لنا اتظلمنا كتير في البطوله دي رجع لنا رمضان ان شاء الله ان شاء الله مع بدايه كل النجوم تبقى رجع باذن الله لا مش كله حمدي ومحمد محمود مش هيكونوا رجعوا انا قصدي اللي هم رجليهم في الملعب الايام رمضان في رمضان بس هو رمضان اللي عندنا استنى قول لي خلاص الباقيين 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 في الملعب يعني لما هو رمضان اتمنى ان هو باذن الله ان شاء الله ان شاء الله عدى اسبوع عدى 10 ايام من الشهر ونص الشهر فيعني ثلاث اربع مباريات تانيين وان شاء الله رمضان يلحق مباراه البلاي اوف باذن الله باذن الله كلنا متفائلين او يلحق ماتش النجم باذن الله كلنا متفائلين ومتوسمين خير جدا في الفرقه السنه دي في افريقيا تحديدا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله خلاص عايز تتكلم على حاجه تانية في المنتخب احنا اتكلمنا من فيك كفايه في الاول عايز تتكلم على حاجه تانية تصريحات احنا لا انا اتمنى ان كابتن حسام البدري يركز تماما يعني يركز, يركز 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 يعني يقعد يركز كده شويه يعني لانه الموضوع مش سهل مباراتي توجو الموضوع مش سهل وما ينفعش يعني نرمي اعبائنا على حاجه يعني ما ينفعش عندنا شماعات عندنا خالص. عندنا بدايه عندنا بدايه تصفيات كاس العالم هتبدا اول مباراتين في مارس دول هيحددوا بشكل كبير شكل المنافسه لان احنا اربع فرق في المجموعه صعود الاول بس عشان يطلع 10 فرق يلعبوا بلاي اوف رايح جاي فنتمنى الكابتن حسام بقى يبقى مركز شويه وركز شويه يعني في المنتخب باذن الله ان شاء الله محمد صلاح ساديو ماني ومحرز شايف مين الاقرب عايز ترتيب ولا
عايز سر... ماشي براحتك. ساديو ماني، محمد صلاح، رياض محرز. اوعى تقول كده. احنا بنتكلم بموضوع احترافيه. اه موضوعيه. اه محمد صلاح السنه اللي فاتت خد احسن لاعب من ساديو ماني، والحفله كانت بتتعمل في داكار في السنغال. فواضح انه الايه هتتقلب، الحفله السنه اللي هتتعمل في الغردقه، وساديو ماني هياخد ولكن اتمنى طبعا ان صلاح يفوز بها المره الثالثه على التوالي في انجاز اعتقد انه هياخد وقت طويل عشان يتكرر تاني. يعني انت بتقول ساديو وصلاح ومحرز. هو اصل ساديو وصلاح ماشيين تقريبا على نفس التراك. ساديو بس عالي عن صلاح في كاس الامم، ساديو لعب نهائي، صلاح ما لعبش نهائي، انما هم نفس التراك، واخدين دوري ابطال اوروبا مع بعض، واخدين كاس العالم للانديه مع بعض، هدافين الدوري الانجليزي مع بعض، واخدين السوبر الاوروبي مع بعض، ماشيين يعني كتف بكتف، اخوات يعني في كل الانجازات. ولكن ساديو ماني عالي على صلاح انه ساديو لعب نهائي كاس الامم الافريقيه هنا، وصلاح خرج من دور ال 16 في المفاجاه اللي هي بالخروج امام جنوب افريقيا، ولكن انجازات متساويه تماما بين الاثنين. ماشي هنشوف ان شاء الله يدور صلاح ان شاء الله. ان شاء الله احنا كمصريين اتمنى طبعا اتمنى، لكن احترافيا ماشي، واتمنى ان طارق حامد ياخد افضل لاعب داخل القاره، لان طارق لعيب مجتهد وفي الاخر لعيب مصري. ماشي ماشي. عايز تقول حاجة تانية قبل ما نقفل؟ لا شكرا. الزمالك والإنتاج الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي 0-0. ما شفناش الماتش فما اقدرش أعلق على نتيجة الماتش، ولكن هم متوقع إيه؟ ما أعرفش يعني، ما عنديش يقين لإيه، ولكن الفرقتين 14 نقطة فالمستوى متقارب يعني. بشكرك شكرا جزيلا ودايما متألق كالعاده. شكرا يا كابتن ميدو، وسعيدنا انك كنت موجود معاك النهارده، وانا أنا جاي والله. جاي من يعني السفر. يعني شعر شاب زي ما قلت لك على الدائري، يعني بلاد تشيلني ولاد تحطني وايام تخلص وايام تيجي. الحقيقه انه ركوب الدائري ده زي ركوب الطياره كده، ما تعرفش هتوصل امتى. هتقول لي ده في حاجات كتير. الحمد لله نورت وشرفت يا نجم. شكرا يا كابتن، اشوفك على خير ان شاء الله الاسبوع اللي جاي، الثلاث اللي جاي ان شاء الله باذن الله. دي كانت فقرتنا مع المتألق دائما الأستاذ أحمد عويس الناقد الرياضي الكبير. بعد الفاصل هيكون معاكم زميل العزيز محمد سعيد، ومعايا ضيفنا العزيز كابتن أيمن دجيش. أشوفكم بكرة على ألف خير ومع ألف سلامة. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، والفقره الحواريه الثانيه والاخيره من برنامج الاهلي الليله. الفقره النهارده فقره مهمه جدا، ليه؟ لان هناك قضايا رياضيه مهمه جدا احنا نتكلم عليها في الفتره اللي جايه. والمباريات مش 90 دقيقه فقط، لا، في امور بتبقى اهم بكتير جدا من ال 90 دقيقه، ممكن توصلك انك تلعب 90 دقيقه بحياديه وبعداله تحكيميه ممتازه جدا، لكن في نفس الوقت في امور وفي كواليس ممكن تدار خلف المباريات او قبل المباريات بيبقى لها تاثير على النتائج او تاثير على البطولات حتى في المباريات النهائيه. وخلال السنوات الاخيره تحديدا في القاره الافريقيه وفي الكره الافريقيه، البطولات الافريقيه وتحديدا دوري الابطال والكونفدراليه، كان هناك نتائج ومباريات حسبت بسبب اخطاء تحكيميه. لكن خلال متابعتنا لهذا الموضوع وحتى متابعه الصحف الافريقيه والصحف في شمال افريقيا الصحف العربيه، الفكرة مش في الأخطاء التحكيمية والأخطاء التقديرية من حكم المباراة، لا، هناك أيضا كمان مخالفات في التعيينات بالنسبة للحكام، وعدم تقدير لقيمة المباريات والفرق المصنفة بإدارة هذه المباريات من حكام قد يكونوا غير مصنفين أو مؤهلين لإدارة هذه المباريات. إذن إحنا وصلنا لمرحلة قد تكون بعيدة عن الخطأ التحكيمي أو خطأ تقدير الحكم لتطبيق القانون في المباراة، بل ذهبنا إلى فكرة التعيين في حد ذاته والتطوير اللي موجود في الاتحاد الأفريقي بخصوص لجنة الحكام في الفترة القادمة. لذلك النهارده هنبدا نفتح هذا الملف ونتكلم في هذه القضيه، وهي فكره التحكيم في القاره الافريقيه ومدى تاثير الحكام على اداره المباريات خلال الفتره القادمه. وجاءت مباراه النجم الساحلي والاهلي لتفتح هذا الملف على شكل اوسع وعلى شكل كبير جدا لكي نناقش هذه القضيه من خلال قرارات او من خلال معلومات هنستعرضها بالتاكيد مع ضيفنا النهارده، لان ضيفنا النهارده حكم دولي سابق، سبق ليه ان هو ادار العديد من المباريات الافريقيه
عالم بالتأكيد ببواطن الأمور وإزاي بيتم اختيار الحكام للمباريات الإفريقية. هل بتتم بناء على معايير؟ هل هناك تصنيف للحكام؟ هل هناك حكام نخبة؟ هل هناك معايير فنية اللجنة بتستند إليها؟ من المسؤول من لجنة الحكام الاتحاد الإفريقي اللي بتختار على أساسها الحكم اللي بيدير هذه المباراة؟ كل هذا وأكثر بالتأكيد هنعيشها النهاردة وفي بداية هذه القضية مع الحكم الدولي السابق الكابتن أيمن دجيش. كابتن أيمن منور الدنيا وأهلا بيك. ربنا يخليك يا أستاذ محمد، أنا سعيد أني موجود معاك النهاردة في الحلقة دي يعني. أنا أسعد بالتأكيد، وهنفتح ملف مهم جدا، لكن طبعا في البداية وبمناسبة أن معايا كابتن أيمن دجيش لازم نتوجه بواجب التعزية للكابتن مدحت عبد العزيز وأسرة الكابتن مدحت عبد العزيز. وفاته خلال الأيام القليلة الماضية، الله يعني يلهم أسرته الصبر والسلوان، وخالص التعازي والبقاء لله لأسرة الكابتن مدحت، وخالص تعازينا كمان لأسرة التحكيم المصري وأسرة الرياضة المصرية في وفاة الكابتن مدحت. عزيناهم من بارح، لكن الكابتن مدحت عبد العزيز ده كان قيمة كبيرة كلاعب كرة محمد وكحكم. الحقيقة عانى كتير في المرض، ويا رب يكون شفيع لي بإذن الله ويكون في الجنة. ألف رحمة ونور على كابتن مدحت، وربنا يعوضهم خير فيه يعني، والبركة في ابنه محمد يعني، وبإذن الله يكون هو بديل لوالده بإذن الله، وربنا يكرمه بإذن الله يعني. وأنا الأوان بقى أن لجنة الحكام أو الاتحاد المصري يبقى فيه صندوق مخصص لرعاية الحكام القدامى أو حاجة مخصصة للحكام. دي يا أستاذ محمد أنا بطلب برضو يكون فيه يعني، طبعا عارفين الكابتن مدحت مر بمرحلة كبيرة جدا من لعب 5 سنين وأنت تعلم ذلك. حقيقي. وفي الناس وقفت بصراحة، سيادة الوزير أشرف صبحي والوزارة، ومن قبل سيادة الوزير أشرف صبحي كمان كان تقريبا الأستاذ عمرو فاروق تقريبا اللي كان موجودين قبليها يعني، اللي تعاقبوا على الوزارة في التوقيت ده، بصراحة كان في مساندة، والاتحاد الكرة برضو كان لكن انت عارف المرحلة كانت كبيرة للعلاج، والأسرته انهاكت أسرته كتير. أكيد. فنتمنى برضو ان سيادة الوزير والوزارة واتحاد الكرة، بتاعت كان لاعب كبير وكان لاعب دولي وكان حكم دولي وكان حكم كبير، المفروض ان هم برضو يقفوا معاه مع اسرته يعني، يبقوا موجودين بجانبهم يعني، لان هو قدم كتير يعني للرياضه المصريه عموما يعني. اكيد. خالص التعازي لاسره الكابتن مدحت، وربنا يرحمه ويغفر له يا رب، ويكون مسؤول الاخير في الجنه يا رب باذن الله. طيب كابتن ايمن، ملف التحكيم الافريقي ملف شائك، محتاجين نتكلم في تفاصيل كتير، لكن عايزين نبدا بحاجه ايجابيه وحاجه مميزه. كابتن محمود ابو الرجال حكم دولي مصري مساعد، كان موجود في كاس العالم للانديه، بيحضر معسكرات الحكام في الفترات الاخيره، من حكام النخبه المصنفين في الاتحاد المصري والاتحاد الافريقي، وكمان من ابرز الحكام اللي مدربين ومعاه رخصه على فكره التعامل مع تقنيه الفيديو الفي ار. اكيد كابتن محمود حضر كذا معسكر طبعا، من بدايه اللي بيستعينوا كابتن محمود ابو الرجال حكم المساعدين المتميزين الواعدين، اللي هو باذن الله اتوقع له هيبقى موجود باذن الله في كاس العالم 2022، استعانوا بيه وكان موجود قبل كده، وطبعا لعب كاس عالم للشباب ودي كاس عالم للانديه، وماشي من ضمن اطقم كاس العالم، الحقيقه بيأدي اداء متميز. ادار 4 مباريات في كاس العالم للانديه، منهم مباراتين كان في غرفه الفار. فالحقيقه طبعا هيبقى فايده كبيره لينا كمان، اذا كنا احنا عندنا نيه ان احنا ممكن ننفذ يعني ننفذ الموضوع ده، هيبقى محمود تواجده هيبقى ليه تواجد كبير يعني في الموضوع ده باذن الله. وبنبارك له على كاس العالم للانديه، وحاجه مشرفه ومشرف مصر وشرفنا جميعا يعني. أكيد. شرف التحكيم المصري يعني. طيب احنا معانا صور للكابتن محمود ابو الرجال في كاس العالم للانديه اللي كانت الفتره الاخيره بتقام، وطبعا نادي ليفربول الانجليزي فاز بالبطوله، لكن محمود ادار مباريات او كان موجود في المباريات لغايه مباراه الثالث والرابع، الثالث والرابع يعني لغايه نهايه البطوله، ادار مباريات كحكم مساعد مع مصطفى غربال الحكم الجزائري، وكان هو موجود كحكم في الدور في الثالث والرابع، كان موجود كحكم احتياطي موجود مع الطقم، وكان مصطفى غربال الحكم اللي هو في طقم محمود كان موجود في النهائي كحكم رابع، حكم رابع. فهو واشتغل زي ما اقول لك، كان عنده مباراتين كحكم فيديو، هو اشتغل يعتبر جميع مباريات البطوله كان الاعتماد عليه، وكان التقييم لمحمود حاجه كويسه يعني بصراحه. هو حتى كمان مع مجموعه الحكام اللي كانوا موجودين في المعسكر، ماسيمو بوساكا وانفانتينو. مجموعه صور، ربنا يكرمه، محمود يستحق كل خير. والحقيقه بيشتغل وبيجتهد وربنا يوفقه باذن الله يعني. من المناسبه يا جماعه طبعا غرفه الفار غرفه الفار اهو، محمود اهو ما شاء الله يعني، ربنا يكرمه. حكم المساعد المصري الوحيد اللي معاه رخصه تدريبيه في موضوع التقنيه. بالظبط، لو في احمد حسام تقريبا كانوا حضروا معسكر في المغرب، في يعني حوالي في 5 موجودين ممكن يكون معاهم الرخصه. الصوره اللي فاتت دي كانت مع ناجي الجويني المحاضر التونسي، كابتن ناجي الجويني رئيس لجنه الحكام هناك في قطر،
وهو طبعا من الفيفا، لان الكابتن ناجي يعتبر مستشار في الفيفا، كان موجود معاهم بصفه الفيفا يعني، بصفه الاتحاد الدولي. الاتحاد الدولي طبعا، لان هو شفنا في الصور حتى مع بكاري جسامه ومصطفى غربان، ما هو موجود معاهم بصفه الاتحاد الدولي يعني. لان موجود في البطوله يعني، لان هو دايما موجود في البطولات الكبرى. قيمه كبيره يعني الكابتن ناجي جوين يعني. هنتكلم على الكابتن ناجي لان كمان مش موجود في الاتحاد الافريقي للاسف. الحقيقة. طب هنا مع انفانتينو ومع اكتر من حكم كانوا بياخدوا شهاده تقدير، كولينا كولينا رئيس لجنه التحكيم في الاتحاد الدولي، وانتينو برلويجي كولينا رئيس لجنه التحكيم في الاتحاد الدولي لكره القدم، هو المسؤول طبعا على لجنه الحكام، وماسيمو بوساكا هو مدير تطوير اللجنه في الاتحاد الدولي كمان. بص محمود ما شاء الله مع ماسيمو كمان، اسعد عجل الحكم اسمع محمد ان هو لما بيوصل للمستوى بتوصل ده النجاح بقى يعني، ده انت بتحس بيه لما بتجتهد وبتتعب وبتوصل لان انت توصل للاتحاد الدولي وتلعب البطولات الكبرى زي ديت، بيبقى شرف كبير يعني، شرف كبير لمحمود وشرف كبير للتحكيم المصري عموما يعني. تمام، احنا عرضنا الصور دي لان يبقى ما تخلينا واحنا بنتكلم على الفار بالظبط. عندنا حكم او اثنين او ثلاثه هم اللي مدربين ومعاهم رخصه تقنيه الفيديو الفي ار. هو في امين موجود برضو في طبعا الكابتن جهاد جريشيا، وفي امين عمر موجود مع الرخصه، واحمد حسام ومحمود ابو الرجال على ما اتذكر يعني. طيب. دي المجموعه اللي معاها رخصه الفار. قبل ما نخش في تفاصيل الفار، انا بس استاذنك استاذ محمد بس اتفضل. يعني هرجع لموضوع مدحت بس عفوا، انا كان الاستاذ خالد عبد العزيز برضو من ضمن الناس اللي كانت موجوده وكان ليه دور في الموضوع ده، كان موجود في الفتره اللي قبليها يعني، عشان سهوا من يعني كان الاستاذ خالد عبد العزيز يعني، المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه وقتها، كان ليه دور برضو في الموضوع ده عشان دي كل واحد برضو ايه يعني حقه يعني. بالتاكيد. طيب بنتكلم عن الفار وذكرنا اسماء الحكام اللي اتدربوا على التقنيه ومعاهم رخصه التقنيه في التدريب في الفترات السابقه، هل الحكام مؤهلين او عندهم وقت يتدربوا على التقنيه الفي ار خلال الفتره القادمه، ولا وضع تقنيه الفار بالنسبه للدوري المصري الفتره الجايه ازاي؟ لا بالنسبه لحكامنا، لا حكامنا دي قصه كبيره. انا بصراحه اسمع محمد بستغرب جدا من التصريحات اللي طلعت ان احنا هننفذ التجربه من الدور الثاني. الموضوع اكبر من كده بكتير يا جماعه. اللي بيحصل اللي انا على علم بيه واللي انا بحثت فيه وشفت فيه، اللي بيحصل ان بيجي لجنه، ان انت بتطلب بتيجي لجنه هنا تحاضر، لجنه المسؤوله عن المشروع دون، بتيجي لجنه تحاضر للي هيحاضروا الحكام، بتحاضر للي هيحاضروا الحكام، بتعمل هنا وبعدين بعد كده تسيبهم وتروح وترجع وتشوف وتتابع وفي الاخر خالص هي تديهم، يا تقول لهم لا في تدريب تاني، التدريب لسه هيستمر لسه يعني، القصه ترجع ممكن تاخد لها ساعه يعني، ممكن يرجع ويقول لهم طبعا الموضوع مش اقل من 8 اشهر لو انت ماشي بسرعه، 6 شهور، فانت بتتكلم الدور الثاني دي موضوع استحاله طبعا. ما اعرفش يعني ازاي هم يعني صرحوا بكده، لكن انا اعتقد ان الكلام ده يعني مش هيبقى السنه دي خالص يعني. اذا كان في يعني عندهم النيه للتنفيذ سريعا مش تبقى قبل الموسم القادم يعني، اذا كان في هيبقى في هتبقى في حيز التنفيذ يعني. يعني هي القصه مش في الشركه اللي هتتعاقد معاها لتطبيق التقنيه، اللي هي الشركه اللي عندها المعدات اللي هتصور وتطبق بيها التقنيه. احنا بنتكلم في احتياجات للتقنيه، انت هتعملها كالملاعب موجوده عندنا ما شاء الله، الملاعب عندنا موجوده، كل ملعب محتاج كاميرات معينه، لان كاميرات تقنيه الفار، الكاميرات مالهاش دعوه بالتصوير التلفزيوني برضو عشان الناس تبقى عارفه، دي مجموعه كاميرات بتبقى خاصه بالغرفه بتاعت الغرفه اللي احنا شفناها دلوقتي. فعندك في كل ملعب 15 17 20 كاميرا حسب الشركه بالمعنى. دي خاصه دي بتبقى موجوده في كل ملعب. تمام، دي بتبقى موجوده الحاجات دي طبعا، ده شغل الاعداد بتاع الشركه او الكلام ده بيتعمل شغل لجنه الجبلاء بقى الاتحاد. الاعداد التدريب ده قصه برضو كبيره يعني، انت بتمرن الحكام، بعد ما تتمرن بتبتدي تعمل تجارب وبتعمل قصه كبيره جدا عشان هو يديك الرخصه او يبقى الموضوع يقول لك مجلس الاتحاد الدولي عشان انت تبتدي. مش القصه بتيجي النهارده مثلا انا اصحى بكره الصبح انا الاسبوع الجاي في تقنيه الفار، الكلام ده مش مظبوط يعني. انا بصراحه كان عندي استغراب من التصريحات التجربه في الوقت ده في الوقت المعين، طالما انا ما تفوتش ما جتش الشركه ما ابتداتش تدريب يا استاذ محمد، ما حددتش مواعيد لبدايه التجربه يعني. طيب مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم وقانون كرة القدم اولا لازم هو اللي يديك الرخصة بالظبط، هو ولازم تاخد موافقته بشكل رسمي طبعا يعني. انت مثلا لما جينا احنا هنا عملنا مثلا مرة جينا اول ما التجربة، احنا دايما سباقين يعني احنا في حاجات معينة كده دايما بنعمل حاجات في التحكيم، يمكن التحكيم عندنا يمكن الفترة اللي فاتت شوية يعني عشان برضه حقق الحق كان موجود الكابتن عصام في الامور شوية، ابتدينا نبص الاتحاد الدولي خلاص الناس بتقدم، انت لازم ما تقفش مكانك، لازم تتحرك، فبقى في شغل في التحكيم، كابتن عصام
مشينا، بس انت كنت بعيد قوي، انت كنت ورا فبدات تتحرك، تقرب شويه، تقرب شويه. فما جينا حبينا مثلا نعمل سماعات، اشتغلنا تليفونات الاول فتره من الفترات يعني، مش الاربيس، اشتغلنا طبعا كلام مش مظبوط جدا، ان احنا في حاجات بنفكر في حاجات غريبه. حطينا مره تلفزيون، حطينا التلفزيون في ملعب، جه محمد الحنفي، محمد فاروق جه قال له تعالى شوف اللعبه، لما جه لقى صورته هو محمد على، هو المخرج جاب اللقطه على الحكم اللي بيبص في الشاشه، فمحمد فاروق بيبص لقى صورته هو محمد. فاحنا يعني في حاجات بتحصل، لا ما بنعملش تجربه. انت فكرتني بمشاهد كانت صعبه قوي. ما هي دي، ما دي بدايه التجربه بتاعت، انما ده الكلام ده طبعا الاتحاد الدولي بعت قال الكلام ده ممنوع، ما فيش الكلام ده خالص، ما تقدرش يعني انت النهارده ما تقدرش تنفذ التجربه دي من نفسك اصلا، لازم تاخد رخصه بيها، رخصه بيها، يعني ما تبقاش تجيب انت امكانيات مثلا وتشتغل مع نفسك، لا لازم نعرف، لازم تبقى تبع الاتحاد الدولي، لازم تبقى انت واخد الرخصه، ولازم عارفين ان انت بتنفذ والكلام دوت. وفي اشراف كمان منهم، في اشراف بالظبط كده يعني. فالموضوع، طب هل لجنه الاتحاد الكوره بتتكلم في القصه دي ومش مدركه الامور الفنيه اللي بتتكلم فيها؟ لجنه الحكام اكيد عارفه الامور الفنيه دي. والله بص اللي انا اعرفه ان المفروض ان انا لما ببقى في موقع مسؤوليه اي تصريح بيطلع لازم اكون مدروس، هو ده اللي انا اعرفه يعني في الشغل وفي العمل. انا لو بطلع تصريح يبقى المفروض ان انا عندي دراسه بيه، عندي دراسه بيه، وحاطط الخطه وحاطط الميعاد امتى، وبحط حتى انا النهارده بحط خطه محمد واقول مثلا انا هبدا في شهر 2 مثلا، انا درسنا الموضوع وهبدا في 2، فانا لما اجي اصرح بره هقول انا هبدا في شهر 3 تمام او شهر 4 هاجي ممكن اجي ابدا قبليها، لكن انا اصرح قبل دراسه الموضوع دي انا ما اعتقدش يعني المفروض ان هي ما تحدثش يعني. طيب طبعا انا كنت عايز اتكلم معاك في الامور الاداريه، لان الفكره كمان مش في الحكام اللي هيبقى موجودين في اداره المباريات وازاي يتم تدريبهم وان هم ياخدوا رخصه تدريبيه على تطبيق تقنيه الفي ار، لكن كمان عايز اروح لفكره التعاقد مع الشركات او الشركات المنوطه بتنفذ هذه التقنيه، بس دي امور اداريه بعيده طبعا عن الامور الفنيه اللي الكابتن ايمن مختص بيها، لان في بقى امور ثانيه ماديه زي ما احنا عارفين، امور اداريه وماديه، ماديه مين اللي هيدفع، الاتحاد هيدفع، هيبعت الانديه، الانديه هتوافق ولا مش هتوافق، دي قصه ماديات دي. انا فعلا فوجئت برضه في فكره الاول، قال لك الاتحاد هيتعاقد مع شركه وبعد كده قال لك الانديه هتبقى شريكه معانا، هو مش المفروض الاتحاد هو اللي بيتعاقد مع الشركه، هو اللي بيصرف على التقنيه من اي تو زد؟ اكيد في راعي، مش في راعي موجود في الاتحاد التجربه، لان في انديه برضه خلينا نتكلم بسمعنا، مش كل النادي يعني مش كل الانديه هتقدر ان هي التصريحات اختلفت، هتبقى في انديه، انا شفت تصريحات من فتره انديه قالت احنا مش عايزينها، مش هندفع. لا هو الاتحاد في البدايه لما اتكلم على التقنيه ما قالش اصلا الانديه هتشارك فيها ولا تدفع. لا بس جت فتره قالوا هتشارك، وفي انديه سمعت الكلام ده يعني، فالموضوع صعب. حتى انا سمعت حاجه غريبه برضو يعني، سمعت حاجه غريبه جدا، قال لك طب ماتشات يعني ممكن بعض الماتشات مثلا يعني النهارده انت لو جيت طبقت مثلا في الدوري العام شغال اهو، جيت طبقت في بعض المباريات، انت كده بتنهي على الدوري كله يا اسمعني، انت ما تقدرش تطبق في ماتش وماتش، لا انت دوري عام لازم يبقى فيه تكافؤ فرص ولازم يبقى فيه عداله بين جميع الفرق. طب بمناسبه تكافؤ الفرص والعداله، انا عارض لك خطاب وعشان نختم بقى موضوع الفار، لجنه المسابقات كانت اتكلمت اهو، ده خطاب قدامنا على الشاشه بتاريخ 21/12/2019، السيد الاستاذ المدير التنفيذي لنادي سبورتنج والبترول، تحيه طيبه وبعد قرار لجنه المسابقات القسم الثالث المجموعه 11 تعديل مباراه سبورتنج والاسكندريه للبترول تقام يوم الجمعه الموافق 27/12 الساعه 4 على استاد اسكندريه. ليه تم تغيير الموعد؟ لان في مباراه للاتحاد والاسماعيلي على استاد اسكندريه هيطبق فيها نظام الفي ار اللي هو في البطوله العربيه في نفس اليوم يعني، في نفس يعني المباراه كانت تتلعب يوم يعني مباراتين في نفس اليوم، تم تعديل موعد مباراه القسم الثالث عشان تقام يوم الجمعه 27/12 الساعه 4 العصر بدل ما تقام يوم السبت لان يوم السبت في ماتش الاتحاد والاسماعيلي، وحتى الخطاب موضح تفاصيله. طب مش دي كانت فرصه طيبه للكابتن جمال غندور وهو بالمناسبه عضو في الاتحاد العربي او عضو في لجنه الحكام بالاتحاد العربي، ان نظام الفي ار مطبق في ماتش الاتحاد والاسماعيلي وعلى استاد اسكندريه، ما كنت تاخد التقنيه وطبقها اوف لاين على مباراه القسم الثالث اوف لاين زي الدوري الانجليزي ما عمل، يعمل تجربه يعني يعمل تجربه على مين يعني؟ على مين؟ الحكام؟ على الحكام، انت ممكن تجيب حكم دولي يدير المباراه دي. ما هو انت ما ابتديتش تدريب، انت اجلت المباراه يعني، انت غيرت معادها. هو انت كمان يا استاذ محمد ما بتبتدئ يعني، الموضوع يخص الاتحاد العربي. انت كحكامك ما تمرنوش، ما تدربوش، مفيش حد يعني، لسه ما فيش مرحله من الكلام ده، ما ابتديناش اوف لاين يا كابتن. انا فاهم تاخد ممكن يعني، ما يعني ان انا اعملها بس يعني، ما هو انت محتاج مش الماتش بس، انت في حاجات قبل المباراه يا استاذ محمد، كنا نتكلم تمام. الغرفه في تدريب قبل اللي بيتعامل في الغرفه، الحكام اللي في الغرفه دول في جوه الغرفه دي فيها واحد تكنولوجي تمام، في ناس موجوده وفي تحكيم تمام، الحاجات دي الحكام انت جوه بتتعامل بحاجات معينه يعني، انت في حاجات معينه في الالعاب انت بتطلب منه في شغل جوه بيتعمل، مش مخرج المباراه اللي بيعيدها. لا 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 لا, لا. انت جوه انت كحكم كمان بتتعامل مع المسؤول جوه اللي هو المسؤول الفني دون، انت بتتعامل معاه بتطلب حاجه معينه واخد بالك، فانت النهارده الاجهزه دي انت بتتعلم عليها جوه اصلا تمام. كمان
فالقصه لا مش يعني مش سهل ان هو مش حد موجود يعني. تمام. ايه الفايده ان انا اجيب الناس اللي معاهم رخصه مثلا محمود ابو الرجاله، اجيب امين، اجيب جهاد، ما ده انا كنت اقصده. ايه الافاده؟ ما دول خلاص دول خدوا الرخصه وبيلعبوا يعني، دول موجودين بره، احنا بنتكلم عن ان انت تطبق هنا، فخلاص انت هتطير من المجموعه اللي هتدير هنا. تمام. بس يعني دي الفكره يعني. طيب دي كانت جزئيه متعلقه بالفار والفتره الجايه، بس كابتن ايمن دجيش بياكد على ان فكره الفار حتى نهايه الموسم استحاله وصعبه، لان في اجراءات قانونيه وفنيه واداريه وماليه بس الماليه دي فيها تفاصيل كتير، وانا عشان انت راجل فني مش عايز اخش معاك في التفاصيل. لا انا بقول لك من ضمن يعني احنا عايزين ناخد كله يعني، يعني دي بعيد عننا احنا، لكن اقول لك كمان الحاجات الاولانيه زي ما قلت لك مواعيدها كبيره وكل ده، لكن انت هتحط الماليه برضو. انت ما عرفتش يعني، انت شايف الكلام رايح الانديه تشارك، الانديه الاتحاد ايه هو اللي الموضوع ده ما فيش ثبات فيه يعني برضه، ما فيش ثبات فيه، لان كمان في نقطه تكلفه المباراه في الفار يعني انا سمعت كذا رقم يعني، اتقال 3000 دولار بعد كده اتقال 6000 دولار، وانا معلوماتي من زملاء صحفيين في المغرب بيقولوا 5000 دولار تكلفه المباراه الواحده. حتى لو 3000 انت بتتكلم في 9 مباريات برضه، كل مباراه وبالدوري، وبعدين انت هتنفذ يا استاذ محمد، مش هتنفذ التجربه السنه دي بس او الدوري خلاص على طول، انت لو اتنفذت هتنفذ على طول، فيبقى لازم في دراسه هتتنفذ ازاي. خلاص حتى خلاص ابتدي اتعامل، ابتدي اشتغل، ابتدي ادرب، ابتدي الاجهزه تيجي الشركه تشتغل، الحكام تتدرب، اتنفذت خلاص هتمشي معايا على طول، مش هشتغل وتقف يعني. تمام. اذا في ختام هذا الموضوع، اتبعوا الاجراءات السليمه والصحيحه والفنيه والماليه والاداريه السليمه تقنيه، بدايه الموسم القادم تكون جاهزه، سواء وانت بتدرب حكامك ومعاهم رخصه الفي ار، او حتى الشركه اللي هتتعاقد معاها لتطبيق التقنيه في الدوري المصري خلال الفتره القادمه، بس تتنفذ كل حاجه بالقانون وبالورق والقلم صح خلال الفتره اللي جايه. طيب موضوع حلقتنا النهارده والمضمون اللي هنتكلم فيه، وهي فكره الاهلي معاناه مع التحكيم الافريقي، قصه لا تنتهي. قصه لا تنتهي لان الفكره مش في مباراه النجم الساحلي والاهلي فقط. لو هنسترجع الذكريات ونتكلم في مباريات سابقه، في للاسف احداث مؤسفه لمباريات افريقيه عديده خلال فترات سابقه. ممكن اتكلم عن جوشوا بوندو، ممكن اتكلم على لامبتي الحكم الغاني، ممكن اتكلم على عبد الرحيم العرجون، ممكن اتكلم عن حكام كثيرين كان لهم تاثير سلبي جدا على التحكيم والقرارات في المباريات الافريقيه مع النادي الاهلي. لكن هذه القصه كابتن ايمن نبدا نتكلم فيها، والتحكيم الافريقي ازمته فين ومشكلته فين بالظبط؟ طب يعني احنا لو حطينا ازمه التحكيم الافريقي، لو حطينا عنوان كده، هي ازمته ان التحكيم، انا عشان ادير تحكيم يا استاذ محمد لازم عشان ادير تحكيم يبقى الشغل فني، شغل فني وتقييم فني، صح؟ تمام. انما عشان نحط عنوان، هم مش شغالين كده، هي شغاله علاقات. علاقات؟ طبعا. ازاي علاقات؟ يعني العلاقات هي ممكن تودي حكم بطوله وما توديش حكم بطوله، ممكن حكم كويس مش مسنود ممكن يروح يلعب وما يلعبش، وفي حكم تاني اقل ممكن يروح، ممكن يتغير في بطوله جايه مثلا تبعت حكم بعد كده حكم يبتدي يتحرك يرجع الحكم تاني، ممكن حكم يبقى مميز وما يشوفش حاجه تاني. انا احكي لك حاجه هتفهم، كان ماشي لغايه دلوقتي هو ماشي بالصوره ديت. 2011 كنت في النخبه وكانت مصر مش موجوده، غينيا والجابون، كان معايا الحكم المساعد وليد علي من افضل المساعدين في افريقيا. تمام. انا هو كنا حوالي بطوله الامم غينيا وجابون، مصر مش موجوده، وكان موجود الكابتن جاد جريشا، وانا عديت الاختبار وبتاع وروحت البيت نمت. انا طبعا الحمد لله يعني طول عمري، يمكن انا بعيد عن مبنى الكاف خالص، يعني مبنى الكاف في مصر هنا رحت مره، كنت راجع للامانه مره واحده كنت راجع مع حكام فقالوا لي عايزين نزور الكابتن شطه. تمام. هو يمكن الكابتن شطه فرحت معاه، ما رحتش ماليش يعني ايه في قصه يعني، انا بعدت نفسي خالص، يجي لي ماتش اروح العبه، ده السيستم اللي مشيت بيه. في 2011 كنت انا جاي كاس العالم في كولومبيا للشباب وبتاع، وبعدين رحت جريت، كان منتخب الشباب مشارك في البطوله، محمد صلاح. تمام. محمد صلاح المهم بعد ما رحت النخبه، والمهم جريت الاختبار وادينه وخلاص، رايح البطوله يعني. النخبه دي اللي هم الحكام المصنفين. المصنفين. غينيا والجابون. فرايح البطوله دي كان معايا وليد علي ده، فطبعا جينا كنا حوالي 28 29 مساعد. غينيا والجابون امم افريقيا 2011 واخد بالك، كانت هي في اول 2012 تقريبا يعني. تمام. احنا كنا في فالمهم بعد ما جم اختاروا كنا 29 مساعد، اختاروا 23 مساعد، سبعته سته. تمام. السته دي كنت انا منهم وانا موجود هنا في مصر، كنت انا في الفتره دي كنت الحمد لله كنت ماشي. واستبعدوا مين بقى؟ انا بجيب لك القصه عشان تعرف الدنيا ماشيه ازاي. استبعدوا وليد كمان معايا، ده مساعد سوداني، وليد من افضل المساعدين اللي جم في تاريخ قاره افريقيا الحقيقه يعني. كنت وليد ابتدى، وليد اصغر مني بخمس سنين، ابتدى وليد
ما خدوش. انا حقيقه وليد اخ عزيز وبقول لك يمكن استبعدوه عشان مع طاقم التحكيم لو حكم الساحه تم استبعاده. لا 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 هم استبعدوه ما كانش فيه. لا 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 ما كانش لسه الاطقم اتعملت بالمنظر. وكنت تخش على القايمه حتى ما كنت تخش انت لو جبتها موجوده على النت تخش تلاقي حكام عندهمش دوريات حكام قصه. فالقصه بتمشي دوريات الاقوى هو اللي بيحط. يعني انت النهارده ايمن في مصر ما حدش وقف معاه ما حدش سندك خلاص مش هتروح. انا بكلمك بصراحه انا عشت في تحكيم الافريقي 13 سنه ما حدش دعمك. انت كويس على عيني وعلى راسي مش كفايه انا بكلمك. مش مستوى الفني ولا لا لا, الفني. لا 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 الظروف لو خدمتك. بص 90% من اللي بقوله لك ده صحيح. 10% دي حالات شاذه بقى. ان انت تروح ان ربنا انت فتح لك زي ما رحت كاس عالم للشباب كده حاجه كده ما خدوش بالهم حاجه بالظبط. فجيت لما وليد طبعا انا بحكي لك قصه وليد طبعا انا زعلت. انا عارف انه كويس من ايام جه وليد. بعد كده جه الكابتن مجدي محترم مجدي شمس الدين. مجدي شمس الدين كان وقتها هو مسؤول اللجنه. جه مجدي شمس الدين ابتدى وليد لعب كاس عالم لعب جميع بطولات العالم وكان في طقم جهاد جريشه. ايه ده يعني لما جه رئيس اللجنه سوداني خد حقه الراجل خد حقه بقى. ما هو مش هقول لك بيجامل بس لا كانش لا لا مجدي ما كانش بيجامل. هو وليد خد حقه بناء على ان هم ما ادولوش حقه. وهو بقول لك من افضل المساعدين اللي جم في قاره افريقيا وليد علي السوداني. لما جه بقول لك راح كاس عالم جميع البطولات العالميه والاولمبيات وبتاع كان موجود فيها. دي قصه بحكيها لك لان انا عشت في القصه دي. فدي باختصار هي ماشيه كده. طيب التحكيم النهارده انا راضي الدول. يعني انا النهارده عندي اعضاء خلينا نتكلم بالنفتح اعضاء مكتب تنفيذي واعضاء هنا ضغوط وبتاع. طب انا عايز اجي ده يجي من هنا وده يجي من كل واحد بيجي يحصل هجوم. الكلام ده كله لازم يبقى بعيد عن التحكيم عشان الاختيارات لازم تبقى ايه فنيه. هديك مثال. انا عندي حكمين في مصر كويسين اخدهم. عندي في تونس اخدهم. في المغرب 5 حكام من اي دوله من الجزائر من اي دوله. اهم حاجه ان انا في النهايه افريقيا عشان التحكيم يبقى كويس ايه اخد افضل حكام في افريقيا. بس بمناسبه افضل حكام في افريقيا وبطوله الامم الافريقيه حصلت حاجه في افريقيا 2019 بتاكد كلام حضرتك. في ايه بقى؟ مش هتكلم عن النتائج السلبيه اللي بتحصل لكل الفرق سواء في مصر او في الجزائر او في المغرب او لصالح الانديه التونسيه حتى لو اخطاء تقديريه ومن حسن حظ الانديه التونسيه جايه في صالحهم. لكن في جزئيه ثانيه. انا في ظل وجود سليمان ابارك رئيس لجنه الحكام الفتره الاخيره لقيت تواجد عدد تونسي كبير جدا في المباريات الافريقيه من الحكام. يعني كاس الامم الافريقيه لاول مره 3 حكام ساحه من تونس موجودين في البطوله. ما هو كان عندنا لاول مره. ما هو لا وهي اول مره لان العدد زاد. عدد الفرق انت عارف ان عدد في البطوله اللي فاتت كان العدد زاد عن قبل كده. عدد الماتشات زاد وعدد المنتخبات زاد. كان عندنا 3 من مصر. كان عندنا جهاد جريشه هما كانوا 2. كانوا ده جهاد تم اضافته بعد كده بعد ما حصل التدخلات وحل الموضوع. كان موجود من الاول وبعدين المشكله لما حصل مشكله في جهاد لعبه في مباراه كلام برده غير مقنع بصرف النظر انت اخطات جهاد حكم كبير. كواليس الموضوع بتأكد كلامك. حتى لو جهاد لو اختلفنا واللعبة أصلا كانت لعبة 50 يعني ممكن نتفق ونختلف فيها. لا وجهاد حتى بعد الماتش قالوا له أنت مثلا أديت مباراة كويسة لكن اللي حدث هو اللي تقف عنده كتير إن أنت قمت مستبعد جهاد. طب جهاد ده حكم مثلا كبير وبتاع وبعد كده قام رجع تاني جهاد. خد بالك برضه بالظبط برضه ده غريبة. خد بالك استبعاده غريب ورجوعه غريب. ما هو أنت بتودي وترجع إزاي؟ فهي قصة زي ما بقول لك. لكن كان موجود 3 مصريين 3 توانسة الحقيقه حكام عشان نتكلم برضو حكام شمال افريقيا برضو عندهم يعني لو بصيت للعدد افضل يعني يعني فيهم الاعلى يعني العدد الاعلى الافضل هو هتلاقيه برضو من شمال افريقيا. بره هتلاقي طبعا في الافارقه في بعض بس مش هتلاقي نفس العدد. فممكن تلاقي تونس المغرب مصر طبعا احنا حكامنا هتلاقي هم الافضل. لكن هي القصه عايز اوديك ان هي بتخش فيها حاجات كتير. يعني عندنا حتى في حكامنا المصريين في بطوله افريقيا بعتوا معسكر بدون ذكر اسامي يعني بعتوا معسكر مساعد وبعد كده قاموا مستبعدينه وبعد كده قاموا بعتين. انا بحكي لك على حاجات حصلت. انهي معسكر؟ الاستعداد للامم الافريقيه 2019 مساعد راح بعد كده استبعدوه بعد كده الثاني راح بعد كده استبعدوه بعد كده رجع. حاجات لو تفكر فيها مش ممكن في طب لما لجنه الحكام في مصر بتبعته بيبقى بناء على تصنيف ومعيار؟ ملهاش دعوه بلجنه الحكام وده اختيارات الاتحاد الافريقي. الاتحاد الافريقي لما بيختار مش بيختار بناء على تصنيف ومعيار؟ لا 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 بقى تصنيفه هو مش تعي... مفيش تصنيف ومعيار الاتحاد المصري؟ لا تصنيفه معيار الاتحاد الافريقي. لا 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 مفيش الكلام ده. هي مفيش تصنيفات ومعايير في الاتحاد الافريقي؟ لا في تصنيفات بس انا بقول لك الاختيارات بيبقى فيها تدخلات. الاختيارات بيبقى فيها تدخلات. اختيار الحكام طبعا. خد دوت ما هي قدامك انت. هو انت عمرك شفت قائمه حكام بتتغير؟ شفت حد بيتضاف قبل كده؟ لا. الكلام ده قال جديد ممكن يحصل في اوروبا؟ استحاله. ممكن قايمة يتضاف فيها حكام او يتشال منها حكام وبعد كده يرجعوا تاني معسكر يتحط فيه حكام ونستبعده وبعد كده. الكلام ده مش موجود. احنا عايزين احنا بنتكلم للصالح العام.
يعني عايز اقول لك ان بطوله افريقيا اللي فاتت دي هي عدت بصوره طيبه جدا من التحكيم. البطوله دي هي اللي خلت الدنيا مستمره يعني. لكن الحقيقه احنا عشان نبص بس ده بالعكس ده المكتب التنفيذي خد قرار من حوالي فتره قريبه من حوالي شهر او اقل من شهر باصلاح وتعديل المنظومه التحكيميه في الاتحاد الافريقي يا باشا خلال الفتره الجايه. يا كابتن من ساعه نهائي دوري الابطال وفي الاحداث كتير حصلت ده لغايه دلوقتي ما اتحسمش مين هو بطل دوري ابطال افريقيا. بالظبط لازم يبقى في تغيير شامل. انا بقول لك اهو تغيير شامل كمان مش في الافراد. مش في الافراد في الفكره. مش في الافراد مش ان انا هشيل محمد واجيب ايمن. تمام. لا 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 تغيير في الفكر. طيب لازم اذا كان حد في الاتحاد الافريقي اذا كان هم حابين ان الاتحاد الافريقي يقرب شويه نشوف اوروبا ونشوف نقرب شويه لازم يبقى في تغيير في الفكر التحكيمي في افريقيا. طيب هنتكلم على تغيير في الفكر الحكام الافارقه بشكل عام لان برضو انا معايا تليفون هنتكلم في وقعات مؤسفه حصلت للاهلي في سنوات سابقه بس بتتكرر حتى لغايه 2019. باتريس ماتابيلا الحكم اللي حكم مباراه السوبر بين اهلي وزمالك قرارات غريبه وبعد كده تم ايقاف الحكم وابعاده مدى الحياه لاسباب تحكيميه. حكم جزائري كريم ضحو عمل خطا قانوني حتى في مباراه 99 ما بين النادي الاهلي والرجاء والرجاء لعب 12 لاعب لمده دقيقتين اخطاء قانونيه غير طبيعيه. انا معايا على التليفون احد نجوم النادي الاهلي السابقين في خط الدفاع وصخر الدفاع ومدير فني للنادي الاهلي سابقا الكابتن محمد يوسف. كابتن يوسف ازيك؟ اهلا مساء الخير يا محمد. اخبار حضرتك ايه؟ وحشني جدا. الله يخليك يا توحشنا كتير وسلام ليك طبعا وسلام للكابتن ايمن. كابتن ايمن دجاج بيرحب بيك. تحياتي ليك كابتن محمد وموفق دايما يا حبيبي. ربنا يخليك كابتن. كابتن يوسف احنا بنفتح ملف ده نورك يا كابتن نورك يا حبيبي ربنا يخليك. بنفتح ملف معاناه الاهلي مع التحكيم الافريقي والكلام مش في 2019 2020 لا ده احنا بنتكلم كمان في مباريات بتحصل من حوالي 20 30 سنه. وعلى المستوى الشخصي بالنسبه لك حضرت ده وعاصرت ده في مباريات افريقيه عديده. بتظهر ازاي او بتكتشف ازاي فكره ان الحكم مش بيخطا في تطبيق القانون او بيخطا حتى في تقدير اللعبه، لا تحس ان هو فعلا جاي عليك او بيحجمك في الماتش؟ بص يا محمد هو طبعا النادي الاهلي طبعا هو كبير افريقيا وزعيم افريقيا، ده حقيقه لابد ان نعترف بيها ولابد ان احنا نقرها ونؤكدها. طبعا في احيان كثيره جدا بيجي طبعا التحكيم بيظلم النادي الاهلي وبيجي عليه وطبعا نتيجه ان انا كنت لعبت فتره طويله جدا فتره التسعينات كلها وايضا من خلال التدريب مرينا بحاجات كثيره جدا. يمكن انا هتكلم في واقعه كلنا فاكرينها وعارفينها مباراه الاهلي والزمالك السوبر في اول مباراه اتلعب سوبر افريقيا في جوهانسبرج الاهلي والزمالك وكانت في جوهانسبرج. انا تعرضت انا شخصيا يعني دي المره الوحيده في تاريخي في 15 سنه كوره اتعرض لكارت احمر كان من باتريس ماتابيلا وده كان حكم جنوب افريقي وكان متهم ومعروف عنه طبعا الفساد ويعني تلقى رشاوي كتيره وتم فعلا بالفعل يعني بعدها بفتره يمكن بس طبعا في حاجات بتظهر بعدها بفترات طويله يمكن في 2004 2005 تم القبض عليه في تاريخ 2004 بالتحديد يعني في 2004 تم القبض عليه بتهمة في 2004 واتقبض عليه في شرطة جنوب افريقيا تمام بتهمة طلاق الرشاوي والتلاعب في نتائج المباريات وتم طبعا يعني ايقافه وتجنيده عن النشاط. النقطة اللي انا بتكلم فيها ان كتير جدا تعرضنا طبعا وفي موقف ثاني بتاع مايكل انرامو مع الترجي في 2009 كنت مدرب مساعد مع الكابتن سامي الفضلي وخرجنا من البطوله بسبب هدف يعني غير شرعي بالمره. احنا حتى عرضنا يا كابتن يوسف على الشاشه طب يعني الحكم ماتابيلا من افضل او من قمم الحكام اللي كانوا موجودين في اوروبا في وقتها تم القبض على الحكم بتهم تلقي الرشاوي والتلاعب بنتائج مباراه سنه 2004 شوف بعد حتى بعد كام سنه من مباراه السوبر. ده حقيقي فعلا ده حقيقي ويعني اللي انا عايز اقوله ان طبعا نتيجه الظلم ده او نتيجه ان النادي الاهلي في بعض او كثير من الاحيان بيتظلم ده لا شك انه بيأثر على النتائج ولابد ان الاتحاد الافريقي يحقق العداله بشكل كبير جدا في الحته دي. حته التحكيم
التحكيم لسه محتاجه شغل قوي للاتحاد الافريقي، شغل كتير فعلا. الاتحاد الاسيوي سبقنا في الحته دي بشكل كبير جدا، اتفق معانا، خلال تحضير الحكام، ومنحتاج رفع مستوى الحكام سواء المستوى الفني او المستوى الاجتماعي. الحاجات دي كلها عشان ما يتلقاش وما يحاولش ان هو يخش في حاجات يفكر فيها ان مثلا يتلقى اي حاجه او يقبل اي حاجه. الحاجات دي كلها مهمه جدا جدا جدا. الاتحاد الاسيوي سبقنا، وطبعا امريكا الجنوبيه واوروبا طبعا سبقنا، فلازم الاتحاد الافريقي يتحرك في الحته دي. اكيد يا كابتن يوسف، حتى بنتكلم على، اكيد تابعت مباراه النجم الساحلي والاهلي، الخطا الحكم البتسواني، نفس الخطا ده حصل في كاس العالم للانديه، لكن الحكم في كاس العالم للانديه طبق القانون فعلا وادى لاعب ليفربول انذار، ما ادالوش كارت احمر. في مباراه الاهلي والنجم الساحلي يا كابتن يوسف، الحكم البتسواني طرد ايمن اشرف. طرد ايمن اشرف بالظبط. انا اللي بقوله لك ان احنا لابد كنادي اهلي ان احنا نوضح ونعمل ملف مش عيب خالص ويتعرض على الاتحاد الافريقي. يا جماعه احنا بنتعرض لحاجات مثل يعني حاجات يعني عايز اقول لك يعني مش اخطاء بسيطه تقديريه ممكن اي شخص او اي فرد انه يخطا فيها، وعامل العامل البشري معرض للخطا، لكن في حاجات بتبقى مقصوده او عايز اقول يعني فيها استهانه وعدم تقدير بشكل كبير يعني. بس كنت موجود في الجهاز الفني ايام مباراه الاهلي والترجي مع لمبه الغاني، اعتقد مع مين؟ مباراه ايد انرامو، مباراه الاهلي والترجي. بقول لك كنت موجود، ده احنا عايز اقول لك قلبنا الدنيا يوميها وقمنا واتكلمنا مع الراجل، دي باينه جدا 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 باينه. وبعدين الراجل ده برضه اختفى خالص على التحكيم بعد هذه المباراه. مظبوط، اختفى تماما، ما قعد حوالي يعني بتتكلم انا مش شفتوش تاني يعني، فاهم قصدي؟ فطبعا يعني بتتظلم في بطولات وبتتظلم بتخرج من بطولات كبيره وفي عليك القاب بسبب حاجات. انا شايف ان لابد الاتحاد الافريقي يراجع نفسه فيها ويشدد الحته بتاعت التحكيم، يشدد عليها جامد جدا وعلى الكنترول بتاعها، ولازم يبقى في يعني مراقب للحكام ويبقى معاهم يعني لازم يعمل شويه خطوات يظبط فيها الحته بتاعت التحكيم عشان البطولات. طيب موضوع الفار يا كابتن يوسف، اختم معاك كلامي بهذا الموضوع، موضوع الفار تطبيقه في نهائيات افريقيا اثر بشكل ايجابي ولا كان ليه تاثير سلبي؟ خاصه ان في احدى المباريات في تونس كانت البطوله قبل الماضيه النهائي، عارف تم اختاركم ان مفيش فار حتى في النهائي مع الفريق الترجي. عارف موضوع الفار ده ده لازم يتعمل في جميع مباريات بطولات افريقيا من اول دور ال 32، من اول 64 مباراه في دوري ابطال افريقيا او دوري او كونفدراليه لازم يبقى في فار. مع احترامي بقى بتتلعب في تنزانيا، في اوغندا، في مصر، في نيجيريا، اي دوله اي مباراه طالما بتنظم تحت الاتحاد الافريقي، تحت مظله الاتحاد الافريقي، نجيب الفار مش عيب. طب ما الفار موجود في البريمير ليج في الدوري الانجليزي، بس ما كانش موجود في نهائي افريقيا لما كنا في تونس وقالوا لك ساعتها ما فيش فار في النهائي النهارده. ده ساعتها عملوه في مصر ورحنا الراجل والحكم بيصفر الحكم بيصفر. انا قلت سالته بقول له هو فين الشاشه بتاعت الفار اللي زي ما عندنا كانت في الطريق؟ قال لي لا دي بايظه. والراجل صفر، الراجل بدا المباراه يعني، حتى قال لي اقعد. طب ما لا تم اختاركم في الاجتماع الفني ولا اختاركم قبل المباراه ولا اي حاجه؟ لا لم يتم اختارنا طبعا في الاجتماع الفني قبلها بيوم. ما جابش سيره خالص ان الفار عطلان ولا ان مش هيبقى في فار ولا الكلام ده كله. وتقرر التاني بالعكس اتعملت محاضره للاعبين عن الفار وان الحالات اللي بيتم اللجوء ليها للفار الحالات الاساسيه، وشرح وتم شرح وافي للاعبين الفار بيستخدم ازاي، وان الحكم لما يروح يشوف الفار المفروض اللعيبه ما تروحش تقف معاه، واللعيبه ما تروحش تقول له يعني شوف لعبه ضمن البروتوكول، ان انت ما تطلبش كلاعب تقول له اللعبه دي شوفها في الفار او ما تشوفهاش. مظبوط، في حالات محدده
حالات بتنتج عن ضربات جزاء. طبعا الكابتن احمد مش عارف الكلام ده تمام، بتحدث تسلل عنها او ينتج عنها اهداف، طرد لاعب بصوره خاطئه، طرد لاعب بخطا بالخطا. ايوه بالزبط. يعني في اربع خمس حالات دول بس اللي الحكم الحاله دي بيطلع يقول لك انا هرجع خط المرمى، كرة عدت خط المرمى ما عدتش خط المرمى، هم دول الحاجات. نقطه برضه من ضمن الحاجات كده. طيب ما كانش في الحاجات دي وما كانش في فار اساسا. خدتوا التعليمات بس يا كابتن محمد؟ خدتوا التعليمات بس. نعم خدتوا التعليمات بس. بقول لك يا كابتن محمد انا بقول لك ساعه المباراه والفريقين وقفوا في الملعب، انا هم حاطين الشاشه مالك، هم حاطين الشاشه اللي هي المكان اللي بيتحط فيه الفار ده والكفر بتاعه محطوط، كل حاجه محطوطه تمام بس مش شغال. يعني خلاص يعني وقفت من الحكم يقول لي ساعه المباراه ما بتبتدي والراجل بيصفر الفار مش هيشتغل و... لانه عطلان، ولو هيشتغل هنبقى نفس الموضوع. انا بنقول لك مثلا على الصوت الثاني مثلا ممكن يشتغل مثلا دي هيصلح يعني حتى يصلحه مثلا والماتش شغال. فطبعا ما كانش يعني بتتكلم ساعتها وما كانش في اي حل ساعتها ان انا اوقف المباراه بقى و ما اتقررت اتقررت حتى في الموسم اللي بعديه في مباراه الوداد نفس الموضوع برضه. بالظبط بالظبط. كابتن يوسف انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله، والقصه دي اكيد هنتكلم فيها كتير الفتره الجايه الى ان يطرا جديد على الاتحاد الافريقي ولجنه التحكيم، ونشوف حكام مصنفين يديروا المباريات، ويكون في تطوير حصل في مستوى الحكم الافريقي خلال الفتره اللي جايه. شكرا جزيلا كابتن محمد يوسف. كابتن ايمن اكيد كلام كان مهم جدا وضرب امثله ومواقف حصلت في فترات سابقه. بص كابتن محمد بيشرح يعني هو بيشرح حاجه بيكمل الكلام اللي احنا عمالين نتكلم فيه من الصبح. بيقول لك كنا موجودين في المباراه وخدنا التعليمات وبتاع. انت بتتكلم في 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 نهائي، ما النهائي كانت مباراه نهائيه، بتتكلم نهائي. بتتكلم في نهائي قاره افريقيا دوري الابطال، خد التعليمات وبعدين نزل تحت في الملعب قالوا له ما فيش مباراه. يعني انت عايز توصل لاكتر من كده فين؟ وبعدين القرار الثاني هو ده اللي بقول لك عليه، ده التغيير، عايز تغيير شامل. اذا كانوا هم عايزين تحكيم افريقي لازم تغيير شامل، الناس تتدخل، حد اتحاد دولي يتدخل، لازم اتحاد، لازم اذا كان الامور عشان زي ما قال كابتن محمد اسيا كله سبقك، كله سبقك، فاذا كانوا عايزين تغيير لازم يبقى في تغيير كبير يعني. طب احمد حسب معلوماتي رئيس الكونفدراليه هو عايز يطور وعايز يغير، والله سمعت وقال ده في اكتر من تصريح وفي اكتر من موضوع، وكان ليه دور كمان هو بصفته رئيس الكاف في الاجتماع الاخير في المكتب التنفيذي ان يتم بالاسراع فكره الاصلاح المنظومه. هل الاصلاح له علاقه باللجنه نفسها اللي بتدير؟ يعني هل سليمان اوباري الجيبوتي هو اللي له علاقه باداره اللجنه، ولا كيم لي شونج اللي موجود في الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي ليه لجنه ليه دور، ولا ايدي ماي دوره ايه في اللجنه؟ هو اللجنه عايزين نعرف برضو الاطراف اللي موجوده في لجنه الحكام. بص يا محمد، عندنا سليمان اوباري ده كان حكم محلي وهو عضو مكتب تنفيذي، هو رئيس اللجنه، هو رئيس لجنه بصفته عضو مكتب تنفيذي، رئيس لجنه حكام، ودي قصه كبيره على فكره. فكره ان هو عضو مكتب تنفيذي برئيس لجنه، يعني ممكن ده يحصل في التسويق في اي لجنه اخرى، لكن لجنه الحكام تحديدا عايزه رئيس لجنه راجل فني وحكم دولي كبير. بالظبط. عندنا كيم ليم شونج هو مسؤول التطوير، عندنا هو في الاتحاد الدولي كمان، وفي الاتحاد الدولي هو موجود في اللجان لان هو بيشتغل معاهم في لجان الاتحاد الدولي. تمام. يعني عندنا ايدي ميم مدير اداره التحكيم، يعني اثنين من موريشيوس في لجنه الحكام، من سيشل، من سيشل قصدي، اثنين من سيشل، لا موريشيوس وسيشل، موريشيوس وسيشل، واحد من هنا واثنين قريبين، بس ده دوله وده دوله، ما ده اللي اقصده، يعني الاثنين حتى على المستوى الفني كتحكيم او ككوره، كوره، بس هما الاثنين كانوا حكام يعني. كيم كان حكم كبير طبعا، هو محاضر كبير طبعا، وايدي طبعا مدير لجنه التحكيم طبعا، موجود كابتن عصام عبد الفتاح، موجود كابتن يحيى حدقه، ده جزائري او جزائري، كابتن يحيى، سيليستيان من رواندا ده كان حكم برضه مساعد، كان بيلعب في طقم كوفي كوجا لو تتذكر، كوفي كوجا، كوفي كوجا الحكم موجود في ماتش ده كان موجود في ماتش معايا، كنت حكم رابع ماتش الاهلي والزمالك اللي كان الاولاني في الدور قبل النهائي، فاللي كان فيه 2-1 2-1 اللي هو 2005 2005 كان موجود في حكم، ودلوقتي عضو في لجنه الحكام برضه. تمام. عندنا في عضو تاني من الجابون، عندنا سيده مش متذكر اسمها من توجو، وعندنا فليكس من نيجيريا، اللي مسؤول عن يعني عن التطوير كيم وعن التعيينات وبتاع. طبعا الكابتن عصام اكيد ليهم يعني دور، هي دي اعضاء اللجنه، اعضاء اللجنه، دي اعضاء اللجنه كلها. في طبعا الكابتن عصام، انا طبعا يعني اللي انا قريب منهم واثق فيهم مليون في الميه طبعا، الاثنين الكابتن عصام عبد الفتاح عضو في اللجنه، عضو في اللجنه، والكابتن يحيى حدقه.
اكيد هم ليهم دور تاني، يعني ليهم دور بعيد عن ال، يعني انت عارف اللجنه دي بتبقى بتوزع ادوار، يعني بيبقى انت بيقول لك مثلا ده دورك كذا، دور كذا، دور كذا. طب ممكن دوره يبقى ايه طيب؟ يعني مثلا دوره مثلا في المحاضرات تثقيف الحكام، يعني كابتن عصام فتحي ماسك دلوقتي مثلا كمان رئيس لجنه حكام شمال افريقيا، بنبارك له يعني. تمام. موجود في اتحاد شمال افريقيا. فانت ممكن تبقى، انت ممكن تبقى موجود في لجنه مالكش دعوه بالتعيينات مثلا، يعني انا بديك باختصار يعني في اي لجنه على مستوى العالم يعني. ما تبقاش مسؤول عن فخلاص انت هنا النهارده عندي دروب، لكن انا يعني مثلا انا لو 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 موجود الكابتن عصام موجود الكابتن يحيى حدقة، انا الاثنين على المستوى الشخصي اتصق فيهم يعني. كابتن عصام والكابتن يحيى حدقة. لا هم المسؤولين، لو هم اللي ماسكين. بس مين اللي ماسك التعيينات؟ انت قلت ما هو اللي ماسك التعيينات دلوقتي كيم ليم شونج وايدي ماي، هم المسؤولين عن التعيينات. هم المسؤولين. ما اعرفش طبعا انت انا مش قادر اتكلم طبعا المطبخ جوه فيه ايه. هل هم بيعينوا، هم بيعينوا الحكام؟ هل بيحصل لهم ضغوط؟ هل بيحصل لهم تغيير بيغيروا حكام؟ هل في حكم بيتحط ويتشال؟ طب فين عنديش دور رئيس اللجنه ايه طيب؟ طب دور رئيس اللجنه هل اشرافي فقط؟ يعني انا من الصوره اللي انا شايفها ان هو ممكن يكون يعني كدوره عمليا اقل من كيم وايدي ماي. لانك اكتشفت حاجه ثانيه، هو سليمان اباري عضو مكتب تنفيذي ورئيس لجنه حكام، لكن كمان هيجيب وقت منين ان عضو لجنه مسابقات في الاتحاد الدولي لكره القدم؟ يعني هو عضو لجنه مسابقات في الاتحاد الدولي لكره القدم بصفته ان هو عضو مكتب تنفيذي وتوزيع اللجان على اعضاء المكتب التنفيذي. بس بتاخد لجنه في الاتحاد يعني ده موجود يعني. بس موجود. هي الفكره الوقت منين عشان تدير ملف زي ده؟ ما انا بقول لك لا، الشغل العملي زي ما قلت لك اللجنه هي اللي شغاله اعتقد يعني. هو ممكن مثلا يجي له حاجه مثلا يبقى، انما كشغل التطوير مسك ليم هو اللي شغال في القصه دي. التعيينات اعتقد برضه هي مش سليمان يعني، مش هو اللي ماسك موضوع التعيينات يعني. طب كيم لي شونج بشغله في الاتحاد الدولي، هو كان ليم برضه عشان يديله، كان حكم كبير. انا بقول لك انا على مستوى شخصي هو حكم كبير، بس برضه كان عنده اخطاء في مباريات افريقيه كبيره. كان عنده اخطاء، بس هي الفكره واحد بس هو اللي يتحكم في اداره كل المباريات الافريقيه. خلاص هي بص، احنا يا كابتن محمد احنا عندنا مشكله دلوقتي في التحكيم في افريقيا، في التعيينات وفي الكلام ده. لازم هم يدوروا فين الخطا، فين المباريات. انا النهارده عندي مباراه كبيره بين فرقتين كبار، يعني محتاجه تفكير. دي انا كراجل مسؤول مش محتاجه ان انا لازم اجيب حكم كبير. ما هو كلامك ده مباراه النجم الساحلي والاهلي، ما هي دي. لو هم شغالين وبيفكروا وقدامهم تقارير، مش هيقرروا تاني. بالظبط. يعني جوشوا بوندو ادار للمباراه الاهلي في اياب دور ال 32 كانت مباراه برج العرب. اوكي، مع فرقه، مع ماتش اسهل، ماتش أسهل مع بطل غينيا الاستوائيه. انما الثانيه غريبه، الثانيه لا، وقرروا تاني، قرروا تاني وغريبه اصلا، ومباراه المفروض تصنيفها اعلى. وانت انت انت جوشوا بوندو بيروح امم افريقيا بقاله مرتين او ثلاث مرات على ما اتذكر، اربع مرات بيحكم مباراه ويمشي ملوش تواجد يعني انا مش من حكام النخبه. انا حتى لما شفته في الماتش فات انا قلت هو من، لا هو من الحكام، كل اللي كانوا في امم افريقيا يعتبروا من حكام النخبه. في حكام مرشحين كاس عالم، دي قصه ثانيه. لكن انت في الحكام الامم الافريقيه كان فيها حكام النخبه، دي مجموعه، كانت مجموعه كبيره يعني. بس هو مش من المرشحين لكاس العالم. بالظبط. انا حتى لما شفته، انا طبعا تابعت الامم الافريقيه وبتاع، بس حتى انا لما شفته في ماتش النجم الساحلي ما كنتش عارف ان هو في الامم الافريقيه. انا كحكم وفي موجود، ما شفتوش، ما لحقتش. يعني انا فوجئت، حد بيقول لي ده كمان موجود في البطولات اللي قبل كده. فدي غريبه جدا يعني، غريبه يعني. ماتشات انت بتلعب، ماتشات في ماتشات زي انت في ماتشات قمه في افريقيا، في ماتشات فرق كبيره. يا استاذ محمد، الامان مشكله في افريقيا. حتى انت كفرقه اي نادي، احنا مش هنمشي على النادي الاهلي بس، انت كفرق في افريقيا كل نادي من افريقيا من حقك ان انت تحس بالامان. طبعا من حق بالامان يعني. احكي لك، احنا مثلا رايحين نلعب في من ضمن وفاء ستيف ومازيمبي، ده سنه كام؟ جاد 2014. وفاء ستيف فاز بالبطوله ده نهائي البطوله، قبل النهائي، قبل النهائي كانت النهائي يا كابتن ايمن. لا قبل النهائي، ماتش العوده قبل النهائي. الفريق الجزائري اللي كسب البطوله في مازيمبي، لا قبل النهائي هو كسب مازيمبي، خرج مازيمبي، لعب الوداد تقريبا او لعب حد. كان عنده مباراه ثانيه في النهائي يعني. تمام. فرايحين نلعب مباراه، كان هو كسبان في الجزائر 2-1. فاحنا رايحين، انا نازلين، انا بقول لك حاجه يمكن اول مره اقولها لك. طبعا كمان الطاقم اللي مراقب حضرتك، كان معايا الكابتن، طبعا كابتن جهاد جريشه. وكنت انا، وكان معانا حسين ابو السادات، وكان معانا محمود البنا رابع، حكم رابع. تمام. وبعدين واحنا نازلين فاللعيبه، فكنت انا طبعا قضيت في كتير في افريقيا، فاللعيبه كانت في انديه ثانيه غير السيف، بتتنقل اللعيبه انت عارف من نادي لنادي، فكنت حكمت لبعض اللعيبه. يا كابتن والنبي، احنا كافيين. اللعيبه نازله في الارض، هم كسبانين في الجزائر 2-1، مرعوبين ان انت يعني بالك مفكرين. طبعا الحكام، انا بقول لك مش عشان انا موجود هنا، من افضل الحكام اللي هم على فكره. لما بيحصل ان في حكام يعني، في لعيبه او في انديه بتبقى نازله المباراه هناك بتبقى خايفه وقايمه. هم طبعا لما يشوفون، طبعا هم لما بيجي مثلا ماتش
انا اقول لك القصه بتمشي ازاي. لما يجي مثلا ماتش انت مثلا عايزين حكام مصريين بصراحه يمكن مش عايز اقول لك عشان ما بقاش مجامل رقم بيبقوا عايزين طقم مصري يحكم لهم بره اي فرقه اي فرقه. فانا بقول لك انا عشت بقول لك الكلام ده مش مجامله عشان انا ايوه طبيعي لان احنا يعني كمان لما بنشوف حكام في افريقيا نقول لك ليه فيكتور جيميز ما يحكمنيش بره؟ ليه ما اليوم يانت ما يحكمنيش بره؟ انت بتشوف حكام طبعاً. الصفوه نفسك دول يحكموا لك بره زي ما بيقول لك يحكموا لك هنا بالظبط. فطبعا فطبعا ال كانوا ايه الرعب كان مليون. طبعا كسبانين في ملعبهم 2-1 نتيجه مش قريبه طبعا لا هتاخدوا حق. وانا مثلا بكلم قلت لهم يا جماعه ما فيش احنا بنحكم ما فيش غير تحكيم تحكيم وصعدوا من هناك واخد بالك كمان كنتوا فير جدا في المباراه هناك في ملعب مازيمبي اكيد طبعا عشان كده وكان اكيد برضو هم اكيد برضو في الجزائر كان يعني مثلا كان في برضو اهميه مين اللي يروح مين القصه. فانتوا ليه تشغلوا الناس ان هم المفروض كل لطقم تبقى كويسه. المفروض المبدا العام ان اي طقم يروح يبقى محل ثقه. طب كنت حكم دولي وحضرت ماتشات كتيره في افريقيا لغايه حتى الفتره الزمنيه الاخيره. هل بيتعرض او هل بتبقى في مواقف حتى مع الانديه اللي بتشتغلوا في مبارياتها او تحكيم مبارياتها خارجيا في الاستقبال او حتى في تحكيم المباريات امر ما ممكن انت مثلا ترفضه لو هي حتى على سبيل الهديه او على سبيل تكريم الحكام اللي ممكن يجوا؟ مش هتكلم في امور ممكن توقف حكم او تمنع حكم من اداره مباريات مدى الحياه، بس انا بتكلم في امور ممكن تستعطف الحكم وتخليه يحكم مباراه لصالح الفريق. بص كتحكيم انت ممكن بتلعب في الدوري المصري ممكن خلينا نتكلم ممكن انت يحصل ضغوط عليك من الاعلام ممكن كحكم لو انت استقبلت كان ممكن قبل مباراه معينه يحصل عليك ضغوط حتى في مصر حتى في الدوري تمام. ممكن انت بتلعب يجي لك الحكم يحصل حاجه كده يجي لك يجي ضغوط على الحكام انت بقى كالحكم ايه وضعك؟ فالكلام ده موجود في كل الدنيا ممكن يحصل عليك ضغوط فانت المهم ايه؟ يعني كان بيحصل حتى ده معاك طبعا اكيد ضغوط اكيد بيحصل لك بيحصل عليك الضغوط دي لكن المهم انت قيمتك انت هي بقى الفكره في المهم انت ليه بقى ليه قيمتك كمان وحاجه ثانيه قيمتك انت قيمتك المفروض ان انت قيمتك انت اوكي بس المفروض كمان اللي وراك يبقوا كده اللي وراك كلهم يبقوا كده يعني المنظومه من الاساس بتاعها تبقى كده مش انت بتشتغل بنفسك او بتاع لا المنظومه البدايه لازم تبقى كده واخد بالك مفيش يبقى ده انت حاطط سيستم هو ده اللي ماشي عليه كل الدنيا واللي هيخرج بره الاطار ده بره مالوش يا دكتور بس دي قصه. طيب عرفتوا بقى ليه احنا بنتكلم في قصه الحكم الحكم المصنف او الحكم القوي ليه بنحتاجه في المباريات خارج مصر زي ما بنحتاجه في مباريات داخل مصر؟ عشان الحياديه والعداله وقوه الشخصيه اللي ذكرها الكابتن ايمن لان ساعات ممكن يكون حكم غير مصنف او حكم سهل التعامل معاه ممكن يتاثر عليه حتى لو بشكل مباشر او غير مباشر. وكله التحكيم كمان المشكله في العالم دلوقتي الميديا والدنيا كلها شايفه يعني كله عارف كله يعني انت النهارده لما اجي اقعد معاك اقول لك مثلا جوميز مش هتختلف مفيش اختلاف عليه صح كده كل مش انا حتى لو عنده اخطاء بس مقبوله لانه حكم قوي اي حكم ممكن يخطئ بس انت فخلاص التحكيم كله متشاف شخصيه الحكم معروفه والحكم معروف والبتاع مش هتختلف على حكم. طيب انا النهارده حصلت واقعه غريبه جدا في المغرب واحنا بنتكلم على اخطاء الحكام والاهلي كان طبعا اشتكى للاتحاد الافريقي وراح بخصوص طبعا قصه مباراه النجم الساحلي والاهلي وجوشوا بندو وشكوى الحكم البتسواني والاحداث التحكيميه اللي حصلت في المباراه بل كمان الاهلي ذهب الى لجنه الاخلاق والقيم في الاتحاد الدولي بخصوص هذه الاخطاء وعدم تطوير الاتحاد الافريقي للجنه الحكام او عدم وجود لجنه حكام تدير هذه الامور بشكل جيد جدا. الاتحاد المغربي خد قرار امبارح كان قرار غريب جدا. تم ايقاف الحكم الدولي المغربي هشام التيازي مدى الحياه. حكم دولي وحكم دولي منذ 9 سنين يعني لو دخلنا على قائمه الحكام الدوليين في الاتحاد الدولي لكره القدم حكم دولي منذ عام 2010 وتواجد في المباريات بس المباريات التمهيديه المباريات الدوريات الدور الاول في دوري الابطال او الكونفدراليه وكان موجود في كاس الامم بس ما خدش مساحه مباريات كثيره كان حكم رابع في مباراه او اثنين. تم ايقافه الامم الاخيره دي الامم الاخيره تم ايقافه مدى الحياه. ليه تم ايقافه مدى الحياه؟ كان بيحكم مباراه اولمبي خريبكا وفريق اسمه يوسف بورشيد. المباراة انتهت بفوز اولمبي خريبكا وحسب 4 ركلات جزاء ترجيحية. في تقييم لجنة الحكام وتقييم الإعلام مش ترجيحية الأربع ركلات جزاء لم يكن لهم علاقة مش ترجيحية خالص الترجيحية دي عفوا أصلح لك بس ضربات جزاء الترجيحية دي اللي هي بعد الإكسترا تايم وبعد احتساب 4 ركلات جزاء يعني. 4 ركلات جزاء تمام؟ في الـ4 ركلات جزاء كلهم كانوا غير صحيحين. لجنة الحكام رفعت تقرير أو مدير التحكيم رفع تقرير للاتحاد المغربي
وتم ايقاف الحكم مدى الحياه. هنا المفروض اخطاء فنيه. مظبوط. هل وصلت الامور حتى لو في اخطاء فنيه ممكن تفسد البطوله او تفسد المباريات ان يتم ايقاف الحكم مدى الحياه؟ لا بص عشان ابقى واضح معاك، اخطاء فنيه دي بتبقى ايقاف الحكم، يعني كل دي احنا خلينا نفصل بين السلوك والاخطاء الفنيه. يعني انت كل اللي بتتكلم فيه احنا ما عندناش تفاصيل الموضوع، هل حصل تحقيق، هل في حاجات تانية؟ تفاصيل ما فيش عندي تفاصيل. انما انت بتتكلم في اخطاء فنيه، انت ممكن حكم بيبقى يوم مش يومك ممكن تخطا، وارد وارد ان انت تخطا، لكن انت بتقول برضو الموضوع يعني ما عندناش الصوره ولا الموقف كامل. بس قوه القرار يا كابتن ايمن، قرار قوي بناء اكيد على في تفاصيل تانية. يعني تفاصيل تانية برضو اربع ركلات جزاء دي ما بتحصلش كتير، يعني ان انت ان حكم بيحسب، ولكن هل هم كلهم غلط؟ هل فيهم مثلا واحده او اتنين ما عندناش في، هل القرار ده هل حصل تحقيق مع الحكم؟ هل الامور مدى الحياه دي، عشان اوقفك مدى الحياه دي لازم يبقى في سبب جوهري يا استاذ محمد، سبب جامد. ده صوره الحكم المغربي هشام تيازي. يبقى عندي سبب جامد ان انا اوقفك مدى الحياه يعني. فاكيد هم درسوا الموضوع، عندهم الاسباب اللي خليتهم ياخدوا القرار ده يعني. بس انا ما عندناش تفصيل، يعني انا اقول لك بالظبط نص القرار المكتوب، تقرير من مدير الحكام ب هي دي، حتى هي دي قائمه الحكام الدوليين في الاتحاد المغربي. ده مجموعه الحكام الدوليين. هي العلامه هي على اسم الحكم كابتن هشام، دولي منذ عام 2010. يعني حكم دولي بيدير مباراه في الدوري او رابطه المحترفين في المغرب، بيحسب ضربات جزاء، بيتم ايقافه مدى الحياه. ولما بتقرا نص القرار او نص التقرير، تقرير من مدير الحكام بتنفيذ سلم العقوبات والاجراءات الانضباطيه تجاه الحكم الدولي الكابتن هشام اللي هو دولي منذ عام 2010. لم يعلن اي تفاصيل اخرى، مفيش اي تفاصيل اخرى. اتخذ القرار ده، يبقى في حاجات احنا ما عندناش خلفيه بيها يعني عندنا بس استحاله يكون اخطاء فنيه فقط. لا طبعا مدى الحياه انت اخطات في مباراه توقف مدى الحياه، محدش هيحكم يعني. انت النهارده اربع ركلات جديده، اكيد طبعا بعيد عن الفنيات يعني، اكيد في حكم ممكن ما يبقاش موفق كتير. ده وارد، خلينا نبعد الحاجات دي عن عدم توفيق حكام، يعني حكم مش موفق مباراه ونبعد عن حاجه تانية، نروح للناحيه التانية. دي سكه ودي سكه. بس هنا في نقطه ايجابيه اشيد بيها في الاتحاد المغربي، لما بياخد قرار زي ده ضد حكم دولي، ما هو الحكم الدولي ده ممكن بعد كذا سنه او في البطوله لا ممكن يجي يحكم لي. طبعا ما هو الاتحاد في النهايه، الاتحاد المحلي اللي بياخد قرار زي ده هو بيامن التحكيم في افريقيا قبل ما لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي تصدر المباريات. اكيد 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 طبعا اكيد طبعا، لان هو كمان يهمه سمعته ومسابقته، وزي ما انت بتقول انت بتمثلني بره، فاكيد عنده اسبابه اللي هو بياخد بيها القرار دي. مش هنشوف في مره لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي تاخد قرارات زي دي؟ يعني جوشوا بندو بالخطا التحكيم اللي حصل، انا قريت تصريح لسليمان اوباري بيقول ما تابعتش المباراه ما اعرفش بالظبط الاحداث. هو قبل كده في احداث يعني، انت جبنا الحكم بتاع انرامو لمبتي اتوقف، لمبتي كان ليها حادثه غريبه جدا، اتوقف ورجع تاني وبعدين مشي تاني. يعني بعد ما اتوقف، بس المره الاخيره كانت تصفيات كاس عالم بقى، يعني الاتحاد الدولي نفسه هو اللي كان بيناقش الموضوع، السنغال وجنوب افريقيا. ايوه انا برجعك بالذاكره شويه، هو توقف ورجع حكم تاني وبعد كده توقف تاني. اتوقف فين؟ افريقيا. لكن لما راح ماتش تصفيات كاس عالم الامر هنا اختلف. انت عندك هنا بقى ماسيمو بوساكا، عندك انا عايز اقول لك ان هم خدوا القرار في الاول ورجع تاني افريقيا. مظبوط. يعني هم رجعوه، عندك مساعد اسمه مروه من كينيا، كان في طقم جسامه قبل كاس العالم، يمكن انت تابعت على استبعد من كاس العالم برضو، كان عنده حادثه في طقم بكاري نفسه. انت اكيد قريت الموضوع ده برضو، قريت الموضوع ده واستبعدوا الاتحاد الدولي برضو، استبعدوه من كاس العالم واخد بالك. ففي في الاتحاد الدولي طبعا على طول يعني اي حاجه زي تمام. كده نتمنى. بس هو الاتحاد الافريقي زي ما قلت لك يا استاذ محمد، المفروض يبقى عندهم يغيروا الاستراتيجيه خالص، لازم يبقى في تغيير شامل يعني. طيب لاجل التغيير الشامل نشوف برضو وجهات النظر والاعلام في شمال افريقيا. معنا على التليفون الاستاذ جمال سطيفي الناقد الرياضي المغربي والمهتم بهذا الملف منذ فتره طويله، وتحديدا بعد احداث مباراه الترجي والوداد، ونشوف التحكيم الافريقي لاين خلال الفتره القادمه، وكمان القرار القوي اللي اتاخد من خلال الاتحاد المغربي بخصوص حكم دولي عنده. طبعا لم تعلن تفاصيله، لكن في النهايه هنعرف منه برضو ايه تفاصيل هذا الموضوع والتحكيم في افريقيا، كيف ينظر الاعلام المغربي لهذا الملف خلال الفتره اللي جايه. استاذ جمال مساء الخير عليك واهلا بيك. مساء الخير لك والضيوف الكرام والمشاهدين الكرام. معي في الحلقه الكابتن ايمن ناديجيش الحكم الدولي المساعد المصري السابق، وبالتاكيد بنناقش ملف كبير يا جمال، ملف التحكيم الافريقي الى اين خلال الفتره اللي جايه؟
بكل تأكيد يعني تحكيم الفرنسي يعني يعيش بحالة من التباين. هناك من يقدم مستويات جيدة من الحكام، وهناك أيضا من يقدم مستويات لا تشرف التحكيم الإفريقي ولا تحافظ على شرف المنافسة الرياضية وعلى عدالة هذه المنتخبات والأندية المشاركة. هذا لا يمنع القول انه مثلا في كاس افريقيا الامم الاخيره التي جرى في مصر كان التحكيم في مستوى جيد، لان الامر يتعلق بكاس افريقيا الامم التي تحظى يعني متابعه يعني تلفزيونيه كبيره، متابعه جماهيريه، وبالتالي كان التحكيم في مستوى كبير. لكن حينما ننتقل الى مستوى اخر يتعلق بكاس افريقيا يعني دوري ابطال افريقيا وكاس الاتحاد الافريقي لكره القدم، نجد يعني هناك يعني تحكيم احيانا يعني يؤثر في نتائج المباريات. هناك تحكيم يعني منح القدم لانديه على حساب اخرى، وقد تابعنا يعني في الموسمين الماضيين مجازر تحكيميه عانت منها يعني بعض الانديه خصوصا يعني بعض الانديه الافريقيه. بالتالي التحكيم الافريقي يحتاج الى يعني مراجعه شامله، يحتاج الى عدم التحكم في يعني خيوط التعيينات وعدم التحكم في مجموعه من الامور المتعلقه يعني بالحكام حتى تكون المنافسه عادله. ايضا التحكيم الافريقي خصوصا في مستوى دوري ابطال افريقيا وكاس الاتحاد الافريقي يحتاج ايضا لما لا الى استخدام تقنيه الفار بشكل يعني مبكر، ولكن ليس يعني بشكل يعني تتحضر في مباريات وتغيير في اخرى كما تابعنا في النهائي الشهير بين الوداد والترجي الذي غابت فيه يعني تقنيه فار يعني بشكل فاضح، وحدث يعني مسلسل طويل تابعناه جميعا. طيب اذا انت متفق معايا في كل الملفات اللي بنتكلم فيها، فكره التعيينات، الاختيارات، دايما الازمه موجوده في دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه. طيب هل هناك اتجاه في الفترة الجاية لدى الاتحاد الافريقي لتغيير اللجنة، تعيين اسماء ذو ثقل كبير؟ هناك طبعا في تونس هشام كيرات، هناك في المغرب محمد القزاز، ناجي الجويني التونسي الشهير كعضو لجنة حكام في الاتحاد العربي، ممكن يتم الاستعانة بالخبراء دول في الاتحاد الافريقي الفترة القادمة؟ لا اعتقد انه مشكلة التحكيم الافريقي ليست متعلقة يعني بهي الكفاءات أو الأسماء، يعني هناك كفاءات يمكن أن تتولى شؤون التحكيم الإفريقي، هناك أسماء كبيرة جدا، لكن الإشكال هو إشكال يتعلق بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الاتحاد نفسه ترأسه الملغاشي أحمد يعيش على وقع يعني على وقع فساد يعني على مجموعة من المستويات، وبالتالي حينما يكون الفساد معششا داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لابد أن يتم أيضا أن يقال يعني لجنة التحكيم لابد يعني ان يؤثر ذلك على سير الامور، وبالتالي يجب ان تكون هناك اراده للاتحاد الافريقي لكره القدم لكي يكون التحكيم عادلا، ولكي تاخذ جميع الانديه والمنتخبات حقها في تحكيم عادل وفي منافسه شريفه. لان للاسف الشديد الالقاب اليوم داخل القاره الافريقيه تختطف وتهدى على طبق من هذه الجهه او تلك، ايضا هناك لعبه التوازنات لعب التوازنات على يعني مصير مجموعه من الانديه، وهذا يعني امر بقى واضح يعني في الوقت الحالي بقى واضح كمان يا جمال. يعني مباراه الوداد والترجي اخطاء بكاري جسامه وقصه الفار ومستمر، اخطاء جوشوا بوندو في مباراه النجم الساحلي والاهلي والحكم مستمر، لكن في المقابل النهارده او امبارح قرار بايقاف حكم في المغرب مدى الحياه وحكم دولي، هنا قرار عكس تماما القرارات اللي بتتخذ بالنسبه للحكام في الاتحاد الافريقي. الاسباب يعني قياس هنا زي هنا بالظبط، ولا انت شايف الموضوع ده ازاي؟ هو فعلا تم يعني توقيف الحكم هشام التيازي عن الممارسه يعني عن ممارسه التحكيم يعني في المغرب بسبب اخطاء التي ارتكبها يعني في مباراه فريقي اولمبيك خريبكا ويوسفيه برشيد، وهي كانت اخطاء يعني مؤثره، ولكن في جميع الاحوال انا حتى هذا القرار يناقش هل كان قرارا متسرعا، لان توقيف يعني مدى الحياه يفرض ان يكون هناك كذا او في النتيجه، ليست هناك فقط اخطاء فيما يتعلق الامر بالاخطاء، فيمكن ان انزال الحكم الى درجه دنيا. توقيف مدى الحياه يعني امر يعني كبير جدا. ايضا لا ننسى ان بعض يعني الحكام في الاول والاخير في المغرب يعيشون يعني وقع استعداد لاستخدام تقنيه الفار، وبالتالي
هم يقضون ساعات طويله يوميا يعني في دروس وتكوين على استخدام تقنيه الفار، يجرون مباريات بين الشبان، ثم ايضا بالتالي ربما الحكم تم تعيينه لاخر لحظه، ربما كل هذه الامور اثرت على ادائه في المباراه وارتكب تلك الاخطاء الجسيمه النوايا الله وحده الذي يعلم بها كانت اخطاء نتيجه المباراه. كانت فيها فار يا جمال صح؟ التركيز على انها كانت اخطاء متعمده، وفي جميع الاحوال مثل هذا القرار سيكون له انعكاس ايجابي تجاه الحكام الى ان يكونوا يعني يقظين وان يكونوا مركزين حتى يؤدوا المباريات بشكل جيد. الايجابي ايضا في المرحله المقبله بالنسبه لكره القدم المغربيه وان تقنيه الفار ستبدا يعني في يعني بدا تم تشريبها في مسابقه الكاس يعني في الدور النهائي، وستنطلق العمل بها فعليا يعني في شهر يناير السنه المقبله، بحيث سيكون المغرب اول بلد افريقي اي يعني اول بلد افريقي واول بلد عربي في المنطقه الافريقيه يعني اداء المباريات اكيد. طيب الحكم كان في تقنيه الفار في المباراه اللي ادارها الكابتن هشام التيازي مباراه اولمبيك خريبكا ويوسفيت برشيد، كان فيها فار ولا كانش فيها فار؟ لا لم يكن، لا الفار سيبدا في شهر يناير المقبل في بدايه 2020 لم يكن فيها الفار يعني مباراه تمام يوسفيت برشيد واولمبيك خريبكا لم تكن تقنيه فار مستخدمه. انا كما قلت لك الفار سيبدا استخدامه في يناير بدايه السنه المقبله 2020، وسيكون كما قلت لك المغرب اول بلد افريقي يستخدم هذه التقنيه. اكيد. طيب الجزئيه اللي عايز اكد عليها، الاتحاد المغربي لم يعلن اسباب ايقاف الحكم مدى الحياه، وحتى هذه اللحظه المؤشرات بتقول ان الايقاف نتيجه اخطاء فنيه. صح كده؟ لا، حسب هو الاتحاد المغربي لكره القدم اصدر بيانا في الموضوع، والبيان يتحدث عن اخطاء جسيمه الحكم يعني اثناء هذه المباراه، فقد تحدث فقط عن يعني اخطاء جسيمه، وبطبيعه الحال الحكم من حقه ان يستأنف يعني القرار في المرحله المقبله. ثم لا ننسى ان الحكم يعني هو اصلا مقبل على التقاعد، لانه لم تتبقى له الا خمس اشهر يعني في مساره، ومن حقه ايضا ان يستأنف يعني القرار. لكن اخطاء جسيمه، هل تتوقع الاتحاد الافريقي الفتره اللي جايه لو عنده حكام بيخطئوا اخطاء جسيمه ممكن يوقفوا مدى الحياه، ولا شايف القرار ده صعب يتطبق في الاتحاد الافريقي او لجنه الحكام؟ لا يعني هو يجب ان نرى يعني مدونه التحكيم ماذا تقول عن الحالات التي تبقى يعني ان تم ايقاف الحكم الغاني جوزيف لامسي، وهذا يعني مدى الحياه بسبب مباراه تصفيات كاس عالم جنوب افريقيا والسنغال، وتم اعاده هذه المباراه. لماذا اذا كان هناك حكام يعني ارتكبوا اخطاء جسيمه غيروا نتائج المباريات ان يتم ايقافهم مدى الحياه؟ الاخطاء وارده في كره القدم، اخطاء الحكام، ولكن المؤسف انها في القاره الافريقيه احيانا تكون يعني بفعل فاعل، وهذا يعني مؤسف انه الاخطاء تكون يعني بفعل فاعل نتيجه تفكيرات يعني معينه، وتابعنا في السنوات الاخيره كيف يعني انه ارتكبت مجموعه من الاخطاء التي غيرت مجرى المباريات، وممكن اعطيك العديد من الامثله سواء بالنسبه يعني لفريق الوداد او بالنسبه للاهلي المصري او حسنيه اكادير الذي حرم من التاهل يعني الى المسابقه الى دور جمال مسابقه الكاس يعني امام جمال يعني حالات عديده ممكن الحديث عنها. طيب انت اختم معاك بسؤال بسيط بس، انت ذكرت الانديه اللي بتتعرض لظلم تحكيمي، لكن في النهايه تشعر ان الاخطاء التحكيميه كلها لصالح اتجاه واحد. هذا هو المؤسف كما قلت لك، ان احيانا الاخطاء حينما تكون في اتجاه واحد، فنحن نتكلم هنا عن حاله تعمد، ويعني الامثله وارده، فمثلا فريق الترجي التونسي اكثر الانديه الافريقيه استفاده من اخطاء الحكام، وهذه الاخطاء يعني منحت لهذا الفريق لقب، مجموعه من الالقاب، نتذكر اليد كولينفوت اليد الشهيره لمايكل انرامو امام يعني الاهلي المصري، الحكم قصم في نهائي رادس السنه الماضيه لم يحتسب هدفا صحيحا لفريق الوداد، فهناك يعني حينما تكون اخطاء يعني في اتجاه واحد فهذا يعني مؤسف، ويطرح تساؤلات حول لجنه الحكام، حول يعني من يتحكم في دواليب التحكيم والتعيين والاختيار. مظبوط مظبوط استاذ جمال السيفي الناقد الرياضي بجريده المساء المغربيه، انا بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق للكره المغربيه والكره الافريقيه خلال الفتره القادمه. يعني اعلام مغربي واعلام في دوله شقيقه متفق معانا في كل التفاصيل اللي بنتكلم فيها في الحلقه يا كابتن ايمن. كل التفاصيل اللي بنتكلم فيها متفقين معانا بالظبط. وقال لك حاجه كمان، قال لك يعني التغيير مش تغيير لجنه زي ما قلنا، مش تغيير الاشخاص التغيير هو من الاتحاد الافريقي، قال لك هم من فوق يعني، لان ممكن يكون اللجنه
يعني هم مش ذنبهم يعني. فالقصه لازم تغيير من فوق يعني. طيب بس اكد على معلومه، وكنت حضرتك بتسال برضو عن فكره ايقاف الحكم المغربي كابتن هشام التيازي، اخطاء جسيمه مش امور تانية. اخطاء جسيمه بقى زي ما قال لك، بس ايقاف مدى الحياه، مدى الحياه وقفوه، هو بيقول لك من حقه ان هو يستأنف. ما هو طبقا للائحه. طبقا للائحه، لانه بس في حجم القرار وقوه القرار، قوه القرار اللي عنده اخطاء كبيره في الكبيره زياده عن اللازم، ده ما يتطبقش على جوشوا بوندو في خطا تطبيق القانون في طرد ايمن اشرف؟ لا هو اصل بص، هو طبعا هو ده خطا يعني، بس خطا جسيم في تطبيق القانون. هو قصه ايه، احنا روحنا هو خطا طبعا في تطبيق القانون. هو لازم يبقى فيه طبعا عقوبه ليه من الاتحاد الافريقي، لان طبعا خطا المفروض مثلا العقوبه مثلا اذا كان يدي انذار بيدي طرد، بيعمل فرقه طول المباراه بتلعب ناقصه حوالي 80 دقيقه بالوقت الضايع، يعني بتلعب المباراه كلها ناقص، ولكن مش ان هو هيوقفك مدى زي ما قال لك برده الاستاذ جمال. الاخطاء دي موجوده احنا من ناحيه الاخطاء يا استاذ محمد، ممكن اي حكم يخطا، اي حكم اكبر حكام العالم ممكن يخطا، يعني انت لو جايب اكبر حكم، ودايما بنقول في الاستوديوهات عندنا في استوديو التحليل، ممكن تبقى انت حكم، وبقول لحكامنا دايما التحكيم مش ان انت خلاص حكم كويس، ممكن انت النهارده ما تبقاش موفق تخطا، ما يبقاش يومك، ده وارد كله. طبعا. لكن احنا بنتكلم في حاجات ثانيه هي اللي المفروض تتصلح، ويبقى التحكيم الافريقي يبقى اقدر من كده يعني بكتير. طيب. يعني انا معايا قائمه الحكام اللي حكموا في كاس الامم الافريقيه الاخيره، وقدامك يا كابتن ايمن الحكام، مين منهم مرشح لكاس العالم القادم 2022؟ عشان اعلم معاك على الاسامي دي ونشوف الفتره الجايه هيحكموا فين والمين. طيب انا عندي مصطفى غربال اللي هو كان مع كابتن محمود في كاس العالم للانديه. تمام. الجزائري، حكم الجزائري، حكم الجزائري مصطفى. عندي فيكتور جوميز. تمام. فيكتور جوميز. عندي رضوان جيد. رضوان جيد من المغرب. عندي صادق السلمي، بس هو صادق السلمي الفترة هو كان موجود من ضمن الكار، بس الفترة اللي فاتت هو كان ما راحش بطولة، اللي راح أمين عمر. يعني هل أمين هيبقى موجود مع المجموعة دي؟ لأن أمين راح كأس العالم للشباب للناشئين الفترة اللي فاتت. تمام. صادق ما راحش، راح أمين. وصادق السلمي كان موجود المفروض. عندي ماجنتي من السنغال. ماجنتي من السنغال. وعندي ماجنتي نضاي. ماجنتي نضاي. تمام. وعندي جون باندو من الكونغو. بس ماجنتي نضاي ده معاه اثنين مساعدين ضايعين. ضايعين جدا. ما هو الاتحاد الدولي بقى، الاتحاد الدولي بقى هو بيلعبوا معاه بطولات، واكيد هيشوف بالك. دول اللي موجودين، دول اللي هم الجداد، اللي هم يعني الاحدث. جهاد مش 2022. ما انا هقول لحضرتك. عندي بقى في اللي قدام دول اللي هم شغالين دلوقتي. عندي تمام. جهاد، وعندي بملاك. وعندي ساكوزوي. ساكوزوي. والمفروض المفروض مهدي. انا مش شايفه خالص.